مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده معكم مع ناس. اليوم الثلاثاء، الحلقه الاسبوعيه الخاصه ضمن الملف الشهري السعاده الزوجيه التي نطرحها للنقاش معكم على امتداد شهر يناير. لا نزال في صفحات كتاب فن السعاده الزوجيه نقلب اوراق هذا الكتاب المهم للاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر الشريف. نستكمل معكم ما تناولناه وفتحناه في باب المناقشه الاسبوع الماضي في محور مهم جدا من محاور السعاده الزوجيه، فن اختيار شريك الحياة. في الجزء الأول كالمعتاد من نقاشنا لهذا الملف إن شاء الله يكون معنا بعض الضيوف، هنطرح عليهم عدة أسئلة مرتبطة أيضا بذات الموضوع. هل يمكن للرجل أن يتحمل المرأة التي تتهم دائما بالشك والكذب؟ هل هناك مهارة في قراءة ما يقول بخاطر الرجل والمرأة لمعرفة نوايا الطرفين قبل إعلان زواجهما؟ وأيضا ما هي الحالة التي يمكن تفاديها ونحن عازمون على اختيار شريك الحياة؟ كل هذه النقاط وغيرها الكثير، ولعل دكتور محمد المهدي في حلقة الأسبوع الماضي كان في نقاط مؤجلة كثيرة، إن شاء الله يوفق بإذن الله في استكمال بقية هذه النقاط لاستكمال الصورة الخاصة تحديدا بمسألة فن اختيار شريك الحياة. على بركة الله نبدأ بجولة الأخبار، ومباشرة إلى جولة الأخبار بشيء من التفصيل اخترنا لكم بعض الأخبار. حاولنا تكون جولة الأخبار محدودة قدر المستطاع علشان نفرد مساحة أكبر للحديث في هذا الموضوع الغاية في الأهمية. نبدأ أخبارنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر والتي استمرت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما وقع عدد من الاتفاقيات مع مصر. الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع فيسبوك الموقع الأشهر نشرت بعض من صور الجولة التي اصطحب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة له في العاصمة الإدارية الجديدة، واحد من مشروعات مصر الطموحة في هذه المرحلة. للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع هذه الصور الحية التي جرت اليوم لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة الإدارية الجديدة، والإعلان المتابع الآن زيارته لكاتدرائية السيد المسيح التي افتتحت مع بداية هذا العام. ونحن نتابع هذه الصور ورحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف للمزيد من القراءة والمتابعة لهذه الزيارة، سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. أهلا، مساء الخير. هذه الزيارة لإيمانويل ماكرون، سعادة السفير جمال بيومي، كيف تراها في سياق العلاقات المصرية الفرنسية؟ ثم بعد ذلك أتحدث معك على أهم النقاط التي أثيرت في المناقشات التي جرت بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون. كيف ترى هذه الزيارة من حيث المبدأ؟ يعني هي مظاهرة لتأكيد استعادة القاهرة لدورها كمركز لكثير من الأحداث في المنطقة في الإطار المتوسطي والعربي والشرق أوسطي. نعم. في إفريقيا كل هذه الأدوار كانت مصر وما زالت تلعبها بكفاءة كبيرة، والدبلوماسية المصرية تعتز أنها محور لكثير من الحوارات على مستوى العالم من أجل التنمية والاستقرار لصالح شعوب العالم. ثم علاقات قوية، هناك أكثر من مناسبة لهذه الزيارة. أولا الاحتفال ب 150 سنة على إنشاء قناة السويس، أكبر معبر مائي وأغناها في العالم. منطقة قناة السويس الآن تتحول إلى منطقة لجذب الاستثمارات وفتح المشروعات ومنطقة للإنتاج والصناعة والتصدير. أيضا مصر تشترك مع فرنسا في أكثر من تجمع الفرنكوفونية للدول الناطقة بالفرنسية، ونذكر هنا بالاعتزاز أن سكرتير عام هذه المنظمة كان الدكتور بطرس غالي وزير الخارجية المصري رحمة الله عليه. نعم. أيضا نحن شركاء مع فرنسا فيما يسمى بالاتفاق الأوروبي المتوسطي. مصر عقدت هذا الاتفاق من سنة 2001، دخل النفاذ 2004. في 2010 كنا قد أصبحت صادراتنا زادت 4.5 مرات إلى أوروبا. ما معنى زيادة الصادرات؟ معناها أن كل طن من السلع الزراعية التي نصدرها يفتح 6 بيوت، لأن كل طن يحتاج إلى 6 من العمال. نعم. أقول هذا لأن هناك البعض يتساءل ما الفائدة التي تعود على المواطن العادي. هناك فائدة مباشرة تعود على الفلاح المصري، تعود على الصانع،
تعود على أولئك الذين يعملون بالسياحة، وأيضا هذا وجه مهم لهذه الزيارة. وحضرتك طبعا حضرتك غني عن التعريف انه عندك باع طويل في ملف الاقتصاد طبعا، فحديثك في هذا السياق طبعا حديث مقدر. يعني عاوز اضيف ان المواطن في اوروبا وفي فرنسا لما يرى رئيس فرنسا يزور مصر وقبله رؤساء اخرين، هذا معناه ان هذا بلد امن اكثر من اي عاصمه او اي بلد في اوروبا. طيب سامحني لانه جوله الاخبار يعني وقتها محدود، فانا هتوقف مع حضرتك في بعض النقاط برضو في غايه الاهميه في على هامش هذه الزياره. من بين نقاط كثيره جدا اثيرت في او تم مناقشتها بين الجانبين، يعني انا هختار نقطتين وحضرتك لو حابب تضيف بعض النقاط الاخرى مشكورا لك هذه المساحه. مساله الملف الليبي وملف حقوق الانسان، لعل يفهم من سياق تعقيب الرئيس السيسي على ملف حقوق الإنسان وكأنه يناشد أوروبا أن ترى هذه المعطيات بعيون مصرية أكثر من عيون أوروبية، إذا صح التوصيف أو التعبير. وهذا فعلا ما مصر عليه في كل مفاوضات. فإذا كان عند حضرتك بعض الإيضاحات في هذا السياق يا ريت نسمع. أود أن أوضح أكثر مما قاله الرئيس. أنا تفاوضت مع الاتحاد الأوروبي باسم مصر، عندما وصلنا إلى حقوق الإنسان أصريت على أن نعرف ما المقصود بحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان في بعض أجزائها الأوروبية لا نقبله ولا يناسب ثقافتنا، مثل زواج المثل، مثل أشياء كثيرة لا نوافق عليها في ثقافتنا. ولهذا تكلمنا عن أن حقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية لكل طرف. أوروبا لن تقبل أن تتعامل بثقافتنا ونحن لن نتعامل بثقافة أوروبا، ولكن المطلوب أن نحترم الثقافة على الجانبين. ومن هنا نحن نعتز أن لدينا مركز أنا ليندا لحوار الثقافات في مكتبة الإسكندرية، كل هذا نتيجة التفاوض المصري. إذا حقوق الإنسان يجب أن تعرف ما هو المقصود. لهذا التزمنا في الاتفاق المصري الأوروبي أننا نلتزم بحقوق الإنسان كيفما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس شيء آخر. هذا هو الشرح. مسألة حقوق الإنسان ينبغي أن ينظر إليها كما شرح الرئيس تماما من وجهة نظر كل طرف، على أن يحترم كل طرف خصوصيات الطرف الآخر. طيب الملف الليبي يا فندم. ملف ليبيا بالنسبة لنا هو خط دفاع أول. مصر دفاعها يبدأ ما قبل ليبيا، نحن ندافع من الجزائر وفي المغرب ولنا قوات شاركت هناك. ده مفهوم، لكن أنا معذرة ربما تابعنا بعض تحليلات لبعض الخبراء أو المحللين السياسيين يلوحون أو يتحدثون ربما بشكل أكثر صراحة أنه ربما هناك تقاطع في الرؤى ما بين وجهة نظر مصر وفرنسا تجاه ليبيا، هل ده صحيح من وجهة نظر حضرتك ولا في تطابق بين وجهتين النظر؟ لا، ما فيش تطابق في السياسة الدولية، إنما هناك اقتراب، والمفاوض والسياسي الكفء هو من يجد دوائر للالتقاء أكثر من دوائر الافتراق. لكن ينبغي أن يفهم الفرنسيون أو أي من يتفاوض معنا أن لدينا 2 مليون مصري في ليبيا، ده موضوع جد وينبغي أن يؤخذ بكل الجدية، والليبيون إلى الآن يطلبون بمزيد من التواجد المصري في ليبيا. نعم. 2، ليبيا خط الحدود الغربي لمصر، ولن نسمح أبدا أن تكون فيها اضطرابات معادية لمصر تسمح بتهريب أسلحة أو تهريب متفجرات أو تهريب إرهابيين. وممكن هنا بقى أن نتعاون مع فرنسا في محاربة الجريمة المنظمة، وهي الإرهاب، غسيل الأموال، المخدرات، والهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر. نعم. كل هذه مسائل نتفق عليها. وبالتالي أنا من الذين ينصحون بأن نبحث عن دوائر الالتقاء ونعظمها لكي نتعاون في الجزئيات التي نتفق عليها سويا. عظيم. لكن أنا لا أرى وجه للتعارض بين مصالح فرنسا كدولة مستوردة للبترول من ليبيا وبين مصالح مصر كدولة مصدرة للقوى العاملة والخبراء إلى ليبيا لمساعدتها على العودة بالنهوض باقتصادها في الوضع القادم. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير على مشاركتك الدائمة معنا والاستماع إلى آرائك المهمة. سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف عن حصاد الخطة القومية لمكافحة المخدرات، وذلك منذ بداية انطلاقها في مايو عام 2015 وحتى ديسمبر 2018.
هذه الخطة شارك في إعدادها وتنفيذها 12 وزارة معنية، تضمنت 3 محاور للعمل ممكن نوجزهم فيما يلي: الوقاية والكشف المبكر والعلاج والتأهيل. دول الـ3 محاور اللي اشتغلت عليهم هذه الحملة، وكما واضح من الانفوجراف طبعا هم قدموا الجهد الذي بذل وتطور هذه الخطة القومية، وأيضا ما توصلت إليه من نتائج، وكما نتابع ربما هذه النتائج مبشرة طبعا بأمور جيدة في سياق مكافحة المخدرات. هسيب حضراتكم دلوقتي مع فيلم يوم التحدي الذي أعدته وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة وتحديدا العيد 67. بعد متابعة الفيلم نخرج إلى الفاصل القصير المعتاد بعد أولى فقراتنا الحوارية في حلقة الليلة، الحلقة المميزة دائما، والحديث أو استكمال الحديث عن السعادة الزوجية. ونستكمل أيضا معكم في حلقة هذا الأسبوع المحور المهم: كيفية اختيار شريك الحياة. الثامن من أكتوبر عام 1951، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس إلغاء معاهدة عام 1936، وبإلغاء المعاهدة أصبح وجود القوات البريطانية في منطقة القناة احتلالاً غير مشروع، وتوقعت السلطات البريطانية أن تتعرض قواتها لكفاح شعبي واسع النطاق، لذا بادرت بإرسال إمدادات عسكرية إلى منطقة القناة لتعزيز قواتها هناك. وأيد الشعب المصري بجميع فئاته قرار حكومته بإلغاء المعاهدة بعد أن أدرك أنه لن يتم له الحصول على حريته واستقلاله إلا عن طريق الكفاح المسلح. سنة 51 بعد أن ألغيت المعاهدة الإنجليزية المصرية وأصبح وجود الجيش الإنجليزي في منطقة القناة غير قانوني، بدأت المقاومة من الكتائب الفدائيين ضد القوات البريطانية. كانت من المهام اللي احنا كنا بنأديها كيف يمكن ان احنا نحصل من داخل معسكر التل الكبير، ولازم أنوه بأن معسكر التل الكبير كان أكبر مستودع للذخيرة والمدفعية والمركبات والصيانة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط. 25,000 عامل مصري في المعسكر اللي أنا كنت متواجد فيه، التل الكبير، خرجوا من المعسكر، أعطوا المعسكر ظهورهم برغم المرتبات الخيالية اللي كانوا بياخدوها مقارنة بمرتبات وزرائهم. وأضرب العمال المصريون في المعسكرات البريطانية عن العمل بدافع وطنيتهم، وبلغ عددهم أكثر من 60,000 عامل، كما امتنع المتعهدون عن توريد الأغذية وتأدية الخدمة للقوات البريطانية، وأجبرهم ذلك على جلب احتياجاتهم من الخارج، مما كبد لهم خسائر فادحة. بدأت المقاومة من كتائب الفدائيين ضد القوات البريطانية، وبدأوا يهاجموا المعسكرات ويشعلوا فيها النار. أول عملية قمنا بيها كان في شارع محمد علي، تاني مرة ضربناهم في القرش، منطقة القرش، تالت مرة ضربناهم في مطار أبو سوير. رحنا بدافع وطني، لأن الأهالي هناك والروح الوطنية كانت موجودة في الوقت ده، يعني مش من اخر الصعيد كان بيجوا عشان يقاوموا القوات البريطانيه في الاسماعيليه. وكانت خطه الانجليز لمواجهه الكفاح الشعبي هي عزل منطقه القناه عن القطر المصري، ولذا قامت قواتهم بالسيطره على المدن والقرى في هذه المنطقه، واحتلت مداخل الطرق المؤديه اليها، وعمدت الى العدوان على سكانها بوسائلها الارهابيه من قتل وسلب ونهب وخطف للمواطنين والمواد الغذائية، مما أدى إلى زيادة حدة المقاومة والكفاح ضد المحتل الغاصب. طموني شزام
علشان كنا عاملين كمين بطريقه بعد نقطه ابو سلطان كان في شجر موالي على الطريق على طول، فعملنا كمين هناك وفيها ثلاث عربيات مليانه اسلحه قلنا ناخدها منهم عشان اديها القياده بتاع الفدائيين، واتسحمت رجال الشرطه مع الفدائيين المدنيين معنا في اروع معارك على ما هو مر التاريخ ضد بريطانيا العظمى. واشتعلت العمليات العدائيه ضد الانجليز في الاسماعيليه وبورسعيد والسويس، وامتدت الى المعسكر البريطاني في التل الكبير بمديريه الشرقيه، وتشكلت من الطلبه والعمال كتائب الفدائيين. 25 يناير حضر الى منزلي في الفجر عربه من الجيش الانجليزي ونادى علي ضابط فيها واخبرني ان بريجادير اكس هام ينتظرني في هيئه القناه ليتحدث معي. حاصر الاسماعيليه كلها 5 صباحا. القوات بقى كامله دبابات على دبابات. فقال لي احنا دلوقتي عندنا قوات ودبابات محاصره محافظة الإسماعيلية، وعايزين القوات اللي فيها، كان فيها حوالي 80 عسكري درجة أولى في نفس المحافظة، إنها تنزل وإحنا هنرحلهم على مصر. فقلت له أولا هذه القوات أنا مش رئيسها، ولو اديتها أمر مش هطيعه، ولو كنت أنا رئيسها مش هديها أمر بالشكل ده. صفى رفعت أما علم بأن المحافظة محاطة بالقوات الإنجليزية نزل وراح انضم للعساكر بتوعه هناك في المقاومة. إكسهام بيهددوا بقى عشان نسلم وبتاع، قال لهم لن تتسلمون إلا جثثا هامدة. كلمني فؤاد صلاح الدين كان وزير داخلية وقال لي أنت مين؟ قلت له أنا مصطفى رفعت. قال لي إيه اللي عندكم؟ قلت له اسمع الضربه بقى والمدافع والقنابل وبتاع. طب هتعملوا ايه؟ قلت له والله احنا كلنا ها لن نغادر هذا المكان الا جثثا هامده. هل يمكن بتشجعنا اكتر؟ لان احنا واحنا يعني محاصرين بالدبابات في الاسماعيليه كانوا بينطوا الاهالي بيقولوا لنا الذخيره. وفي ناس قتلوا هم بينطوا السور بتاع المحافظه. وقلنا احنا بنساعدهم ونديهم الذخيره ونحاول نوقف القوات بتاعتهم اللي بترجع، لدرجه ان هم جابوا سنتريون وهدوا البلد ودخلوا على البوليس بالسنتريون، ولولا السنتريون ما كانوش يقدروا ينتصروا على البوليس ابدا وعلى الاهالي. انتهت الذخيره بتاعتنا حوالي 5:30 6 مساء. اتحرقت بقى المحافظه لان كانت معموله خشب، لان هو كان قصر بالقصور الخليل. وابتدت الحريقه بقى الميه تيجي على الجروح بتاعت العساكر، والعساكر طبعا بتكوي. فانا جيت في الاخر خرجت وما فيش بقى العساكر قاعدين، الله الله ما فيش ذخيره والخروج مش عاوزين يخرجوا. قال له لا بنوت هنا. أنا أقنعتهم إن إحنا لسه في معارك تانية جاية، مرة واثنين وثلاثة لحد ما ياخد بعضهم يتوكلوا على الله، وده اللي حصل فعلا. وأنا خارج بقى عيني على إكسهام على طول كده، لقيت راجل كبير بيعظم، وقفت وعظمت رد كبير يعني التحية التحية، وقال لي طلباتك كلها اللي أنت عاوزها، ويعني خرجنا الخروج يعني مشرف طابور مظبوط، والعساكر حية عساكر الإنجليز حية الطابور بتاعنا واحنا خارجين بالبروجي يعني كان حاجة يعني الواحد حس انه كبر بقى يعني جبل. My name is Brian Fairhurst. We were sorry that it had happened, that it had got to that stage. We didn't at all think that that would happen. We came, the troops came and surrounded the building, and we just thought that would be the end of it. We thought it was going to be easy. Because the police, we didn't know, were trained. We knew they had weapons, but we didn't know that they were trained to use them as well as they did do. And the consequence was that some of my friends got killed doing the attack on the police station. They put a very good fight up. They didn't give up. And it was only when many of the policemen were killed and many wounded
that they did lay down their arms and surrender with honor. البريجادير اكس هام لما بقول له هتعمل ايه مع العساكر والضباط اللي انتم معتقلينهم، قال لي انا لا استطيع ان اعاملهم الا بكل احترام. عمر ما ضابط انجليزي يتعدى على واحد مننا، بل بالعكس قبل ما كان يخش الخيمه كان يستأذن. ليه؟ احترموا اللي بيحترم نفسه. تعرف احنا لو كنا كشينا كانوا عملوا فينا البدع. لا شوري ولا وفدي ولا سعدي ولا اي حاجه، مصري. وهكذا سجل التاريخ بكل الفخر والاعتزاز تلك الملحمه الوطنيه حين وقف رجال الشرطه وابناء الشعب المصري العظيم يدا واحده في وجه الطغاه، رافضين التخلي عن جزء غال من ارض الوطن، مقدمين الشهادة على الاستسلام، ليظل يوم 25 من يناير محفوراً في تاريخ الوطنية، ويصبح هذا اليوم من كل عام عيداً للشرطة المصرية. أهلا بكم من جديد. لا نزال في صفحات كتاب فن السعادة الزوجية، نقلب أوراق هذا الكتاب المهم للأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي. نستكمل معكم ما بدأناه في حلقة الأسبوع الماضي، وبدأنا في الحديث فيه أو وضعنا الأسس له عن فن اختيار شريك الحياة. وكعادتنا دائما ونحن نقلب أوراق هذا الملف الغاية في الأهمية، الفقرة الأولى عادة نستضيف نموذجين يمثلان عماد الأسرة، الرجل والمرأة. وفي هذه الحلقة أو حلقة هذا الأسبوع أدعوكم للترحيب بضيفينا الكريمين، أستاذة شيماء شكري المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة. أهلا بك أستاذة، ورحب بيضا مضيفنا الكريم الأستاذ أحمد زكي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، سعداء بوجود حضراتكم معنا. ويمكن طبيعة شغل حضرتك أستاذ شيماء أستاذ أحمد أكيد أو يقينا أن لكم فرصة أن أنتم تطلعوا على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بحال الأسرة المصرية. وإذا كان بعض النصائح ممكن تكون مفيدة جدا في باب السعادة الزوجية بشكل عام، ثم فن اختيار شريك الحياة. وكعادتنا دائما لما بنضم لنا ضيوف جدد في الملف بنسألهم السؤال الثابت دائما أو التقليدي دائما، إلى أي مدى حضراتكم شايفين السعادة متحققة في بيوتنا؟ أبدأ معك أستاذ شيماء. أعتقد أن السعادة بتتحقق لما بيكون في تفاهم. التفاهم أساس أي علاقة في الدنيا، علاقة زوجية، علاقة أهل، علاقة صحاب، لما يكون في تفاهم. التفاهم ده بينبع من الحياة، من طبيعة تفكير كل واحد، من طبيعة رؤية كل واحد للآخر. وزي ما أنا بحاول أشوف اللي قدامي بيفكر إزاي، هو كمان يفكر يشوفني انا كمان بفكر ازاي. لو كل واحد فينا حط نفسه مكان التاني وشايف التاني بيفكر ازاي او حاول، اعتقد هنقدر نوصل لدرجه من التفاهم تخلينا سعداء. طيب برضو في تقييم حضرتك، الى اي مدى السعاده متحققه، السعاده الزوجيه تحديدا متحققه في البيوت المصريه دلوقتي؟ بنسبه كام في المية على الاقل من خلال شغل حضرتك واطلاعك على هذا الحجم من المشاكل والقضايا؟ أعتقد طبعا حضرتك متخصصة أو مش متخصصة، يعني قضايا الأسرة ربما أكثر أكيد، يمكن بحكم إن أنا يعني إن أنا أنثى فكتير فعلا. فممكن تقولي بنسبة كام يعني تقديرية، كام في المية ما تتعداش 25%؟ 25% للأسف. و75% من البيوت ما فيهاش سعادة زوجية للأسف. تمام، أهلا بيك مجددا أستاذ أحمد. نفس السؤال التمهيدي، شايف السعادة الزوجية متحققة إلى أي مدى في بيوتنا؟
طبعا برحب بسعادتك وبرحب بالاستاذه شيماء. اهلا بيك. يعني انا موافق جدا على كلام الاستاذه شيماء في حته السعاده الزوجيه. اعتقد ان النسبه فعلا 25% وقد تقل، لان احنا عايزين هنفرق ما بين ان في ناس عايشه مع بعض في البيت لمجرد ان البيت يفضل مستمر، انما قد تكون السعاده غايبه، مفيش سعاده زوجيه، انما انا راضي او عايز اعيش عشان خاطر الاولاد، عشان خاطر ما هدش اسره، وبرضه ده قل حتى نسبه الناس اللي عايشه النهارده مجرد الرضا اللي عندها يعني صبر، ما عادش حد عنده صبر. يعني عايزين نفرق ما بين سعاده وما بين رضا. السعاده لا طبعا يعني قد تكون قليله جدا جدا، تمام، تزيد عليها شويه نسبه الراضي، راضي بالحياه اللي هو عايشها، ويمكن ايه ربنا يكرم مثلا راجل يبقى فيه زوجه ترضى معاه بالحياه اللي هو عايشها، انما السعاده قليله. طب ممكن اسالكم بقى السؤال التقليدي اللي بعد ده على طول مباشره، ليه سعاده مش متحققه بالشكل ده؟ يعني لو حابب تحط اسباب كده، هل اسباب اقتصاديه؟ هل هي برضه؟ طب اتفضل. بالظبط. انا شايف ان نمره واحد النهارده الظروف الاقتصاديه والمعيشيه اللي احنا فيها سبب كبير جدا في حالات تفكك الاسره. يعني مش مساله التفاهم اللي قالت عليها الاستاذ شيماء. لا عايز اقول لا لا لا، انا شايف ان الماديات قد تكون الماديات لو موجوده بتخلي العلاقات يعني تخليني اسيب شويه وهي تسيب شويه وبتاع، لان في الماده على صوتها. يعني انما طبعا طبعا، بس مش هي 100%، بس ليها تاثير قوي يعني. جدا طبعا اكيد. طب وجود الماده، عدم وجود الماده لكن في تفاهم، برضو السعاده تغيب؟ لو موجوده هتبقى موجوده وقت صغير وهتغيب بعد كده. هتغيب بعد كده. يعني قد اكون انا ارتبطت النهارده بواحده بزوجه وعشنا مع بعض مثلا، حبينا بعض واتجوزنا، انما الحب لا هياكلني ولا هيشربني ولا ما بياكلش عيش. مظبوط مظبوط. هي يعني انا ممكن اخد واحده لان حبيتها وحبتني، بس لازم نطور من بعض علشان الحب يبقى فيه حاجات تانية جنبه تساعد، انما الحب لوحده بدون تفاصيل تانية جنبيه ما اعتقدش انه يستمر طبعا، واحنا شايفين حالات كده كتير. طيب لازم ارجع لك قبل ما نبدا نتكلم على فن اختيار شريك الحياه. نظر يعني ذكوريه جدا. التفاهم موجود لكن مفيش، وده وجهه نظر الرجاله دايما. وده تفكيرهم للاسف. ان هم فاهمين ان الماده هي المتحكمه في العلاقه. دايما دايما حجه الراجل في اي علاقه، انا ما معايش، انا مش قادر اعمل، انا مش عايزه منك فلوس. لا ده بالعكس، انا مش عايزه منك فلوس. لا لا لا، انت لو جيت يعني باقل الامكانيات تقدر تسعد الست. هو لسان حاله استاذ احمد عايز يقول لك الحب واشياء اخرى من وحي اسم المسلسل الشهير يعني. لا هقول لحضرتك حاجه، مش شرط كمان الحب على فكره، يعني ساعات حالات التفاهم بتبقى اعلى من حالات الحب. التفاهم هو اللي بيخلق الحب. فمش معنى ان انا يعني الظروف ضيقه ان انا خلاص انا مش قادره اكمل. اكيد الظروف الاقتصاديه ليها عامل، لكن 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 مش الحجم الكبير اللي استاذ احمد بيتكلم فيه. لا لا، الحجم ده الست على فكره مش محتاجه فلوس كتير عشان تكون مبسوطه، انت ممكن تبسطها باقل الامكانيات. هي فين؟ لا موجوده قدامك. هي فين؟ يعني انا النهارده لما اقول انا الظروف الماديات بتقول لي سعادتك قدامك يا فندم، انت ما خدتش بالك. انا المفروض افرح لما الاقي مثال زي كده، ده لو موجود. ان انا بعيش موجود، انتوا ما بتدوروش. مين الطرف اللي هيبقى مضرور بان ما فيش ماديات؟ طب انا هكون اكثر جرأة شويه واصيغ حاجه ممكن تكون صادمه للبعض، لكن هكذا يقال يعني، او انطباع ربما سائد عن المراه المصريه بين قوسين، مع كامل احترامنا طبعا للست المصريه، انها خميره عكننه، فازاي هتكون بالتوصيف ده على لسان البعض وبترضى باقل القليل؟ يعني ده انطباع سائد عند بعض، هو اللي بيخليها خميره عكننه مش هي. هو يعني لما يبقى جاي من بره وانا مش عايزه يقعد يتكلم معايا كتير، بس على الاقل لما اجي اكلمه يعني يحسسني ان فيه اهتمام. يحسسني ان انا حاجه موجوده رقم واحد في حياته، مش شغله، مش اصحابه، مش مشاكل الناس، وقد يكون صديق يعني لنساء اخريات كتير قوي بيحل لهم مشاكلهم ومش قادر يحل المشاكل. اصل ما بيطلبوش فلوس. ما بيطلبوش ماديات، ولازم يبقى كويس معاهم. طب لا، في فرق ما بين الماديات بالحياة. طب ما اللي ما معهوش ماديات ما يتجوز، لكن انا طالما اخدت قرار ان انا اتجوز على الاقل انا لازم اكون معايا اللي يمشي البيت. طيب يبقى احنا ما بين النقطتين دول استاذ احمد، بيرجع للمساله عدم غياب السعاده الزوجيه لضغوط ماديه، وحضرتك بترجعيها لعدم وجود التفاهم او قليل من الحب ما بين الطرفين يعني. صح يعني كده؟ يعني او خليني اجيبها لك بصراحه عشان ناخد خطوه لقدام بس. اوكي. جفاء الرجل المصري، جفاءه، حته الغرور اللي عنده، جفاءه انه مش رومانسي مثلا؟
هو غروره اصل المعنى ده حضرتك اول حلقه اتكلمنا في الملف ده كان الضيف اللي هو الراجل كان بياكد المعنى ده، انه قال ان الراجل بقليل من الرومانسيه ممكن يستحوذ يخلق نوع من السعاده فظيع، والست بترضى. احنا بيضحك علينا بالكلام بجد، ده مش هزار فعلا. لمده قد ايه احنا بيضحك على طول عليكم بالكلام لمده 5 دقايق وبعد كده تطلع بقى على طول على طول. الحاجه الوحيده اللي الست تتجنن فيها الخيانه والكذب والطلبات. يا احمد دي برضه طلبات من حق الزوجه اكيد، انا ما بقولش ان المفروض ما تطلبش، لا بس احنا بنرجع السبب. ايه سبب هي طلبت النهارده وانا معيش؟ انت ما بتنفيش التزام الراجل بالالتزامات الماديه، لكن بتقول ان هو معذور انه في ضغوط اقتصاديه طاحنه عليه، ربما يقدر يعوضها بحاجه ثانيه. هي السبب يعني، مظبوط، يقدر يعوضها بحاجه ثانيه. طيب مين هيبدا بقى يقول لنا الاسس اختيار شريك الحياه؟ تحب تسمع الاستاذ احمد الاول ولا تفضلي؟ لو انت حضرتك يعني مقدم على الزواج، ايه المعايير اللي ممكن بتحطها علشان تضمن قدر المستطاع ان انت بتاخد بالاسباب ان تمام. الجوازه تكون جوازه ناجحه؟ تمام. انا بعتبر ان الزواج زيه زي اي مشروع، طبعا مع الفرق ان هو مش غرض ربح، لا المقصد ان انا لما بقارن بقول ان المشروع دايما لما باجي اخش اي مشروع لازم اولا ببقى عارف انا ماديا المشروع ده هيتكلف مني 10 قروش، لازم يكون معايا ضعفهم في جيبي عشان اي ظروف تحصل، لازم تكون عندي مقومات الشركه تمام، اذا كان هيبقى عندي موظفين، عندي اداريين، عندي عمال، عندي انا هديه، كل المبادئ دي لازم تبقى موجوده. طبعا. كذلك الزواج، اذا ما كنتش انا قادر، وفي الحديث عليه الصلاه والسلام من استطاع منكم الباء فليتزوج، الاستطاعه هنا كمان مش ماديه بس، الاستطاعه ان انت تكون مسؤول في البيت، يعني في ناس كتيره معاها فلوس وبتتجوز وبتفشل في حياتها برضه لانه مش عارف يدير بيته وما يقدرش يتحمل مسؤوليه البيت. صحيح. فالاختيار اولا كزوجه، لما انا هفكر اختار زوجه انت توفرت عندك كل المقومات او المقدرات ان انت تفتح بيت، قد هتختار ايه بقى؟ قد هختار طبعا فاصفر بذات الدين نمره واحد. اكيد انا هدور على التدين. ليه؟ لان ممكن التدين هو اللي هيتولد من تحته الرضا، هيتولد من تحته الحب، هيتولد من تحته طاعه الزوج، لان المراه المتدينه عارفه التزاماتها وعارفه واجباتها، مش هترتفت للجمال مثلا. ما هو هلتفت طبعا نمره اثنين، ما هو برضه الحديث عليه الصلاه والسلام اختار من اسرتك، اذا نظرت اليها اسرتك. ولكن نمره واحد التدين، الدين علشان هتبقى فاهمه حقوقها. هنا حضرتك تقصد بالدين فكره انها صوامه قوامه بتصلي الفرض بفرضه، ولا تقصد الجانب الاخلاقي انه لا هي الفكره عامه. طبعا الفروض ما فيهاش كلام، لان انا برضه هبقى مسؤول عن زوجتي، ما انا هحاسب عليها. يعني لازم هتكون بتصلي وبتقضي فروض ربنا، ده اكيد ده شيء. وطبعا مطلوب في الزوج انه يكون نفس الكلام. انا ما بتكلمش، ما برميش الحمل كله على الزوج. اذا وجد التدين والفروض دي كلها موجوده فيها، بتقضي فروض ربنا، تلقائي هتلاقي الطاعه، تلقائي هتلاقي الرضا، تلقائي هتلاقي التسامح، تلقائي هتتحمل. فكل دي مقومات. وطبعا الجمال اكيد برضو في عشان بس نحسم نقطه الدين. انت برايك اذا وجدت انها ملتزمه بالعبادات والطاعات فيقينا اخلاقها هتكون كويسه؟ مظبوط، يقينا. طبعا ده شيء، ده الرسول عليه الصلاه والسلام اللي قال، مش انا. عليه الصلاه والسلام. طيب. بس اذا كان التدين عن حق، يعني مش تدين مظهري. ما ده اللي انا عايز يعني اطور الفكره معاك. النيه يعني بقى هنا بقى يعني اللي ممكن مع يعني البعض، ممكن تجد البعض أيوة. ملتزم ظاهريا لكن ربما اخلاقه لا يطيقها بشر، ما هو ما هي دي بقى المهمة البحث الشقه. ان انا ممكن اشوف مظهر متدين. لذلك فتره الخطوبه لما هحب اتعرف بقى او هناسب، وطبعا النسب، الاهل برضو، البيت، الاسره كلها اللي هتختار منها الزوجه، بيديك ضوء، بيقول لك دي اتجاهاتهم ايه. طب البعض اللي البعض على ذكر الاهل، حد بيقول لك ركز على شخصيه الاب، والبعض تاني يقول لك بص على ام البنت. انا هقول حاجه بس خايف الاستاذه شيماء تقول برضه مجتمع ذكوري، لا ولكن لا انا قلت خلاص. ولكن هي هتتكلم برضه طول الوقت. يعني الرجال قوامون على النساء بايه؟ يعني ربنا دايما ادى للراجل الحكمه، العقل، وطبعا مش كل الرجاله برضه عشان ما تقوليش، انا بتكلم في الراجل المعتدل. دايما القرار بيبقى هو، بما انه صاحب البيت هو اللي مسؤول، هو اللي بيتحمل تبعيه القرار اللي بياخده، فطبيعي لازم يبقى اختياراته بتبقى فيها عقلانيه شويه. يعني دايما لما الواحد بيفكر بيشوف زوجه، اكيد اول حاجه بتخطفك النظر جمالها. يعني ده طبيعي في اي علاقه بنشوف. مظبوط، لها دور مهم طبعا. طبعا مظبوط، خلاص انت بتشوف انسانه شكلها عجبك، فبتبتدي تقرب بحيث تشوف الخطوه اللي بعد كده
متدينه بقى، طباعها، صفاتها، بيئتها، كل الكلام ده بيأثر بعد كده. يعني انت الاول النظر، ولكن النظر هيخليك تروح تبحث عن الدين. يعني انا بتكلم على احمد، انما في ناس تانية، يعني انا اعرف علاقات فشلت او اتطلقوا، اسره اتهدمت بسبب ان الزوج عايزه تتحجب، وهو بيقول لها لا انا عايزك كده، انا عايزك بشعرك. معقوله؟ اه والله العظيم انا عايز اخرج بيكي قدام اصحابي كده. اي رجل هذا؟ ما هو طبعا في رجال، ما في ذكور مش رجال، مذكر في البطاقة، عشان برضو الأستاذة ما تقولش أنا جاي على النساء بس. تمام. فهي المسألة دايما في اختيار الزوج بتبقى حسب البيئة وحسب المكان. يعني ممكن المجتمع نفسه يحكم في الصعيد غير في الفلاحين، غير في القاهرة، غير في اسكندرية. طب أنا بحاول أرتب الأفكار مع حضرتك. رقم واحد الدين، ثم تحت مظلة الدين هتتيقن تماما أن الأخلاق على مستوى جيد، وفي سياق الأخلاق أنت بتطمن أكتر وأكتر، أنت تبص على شخصية الأب. مظبوط. تلتفت على شخصيه الاب في هذه الاسره. مظبوط، لان دايما طبعا في سيدات كتير جدا 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 بتقدر يعني تقود بيت وتخليه كويس وتوصل بيه لمستويات جميله. بس ما كنت شخصيه الراجل امعه، يعني انما مش قاعده عامه. لا يعني احنا بنتكلم مثلا في حاله، لا طبعا امعه دي انت بتلاقي دايما الست عاطفتها بتغلب في قراراتها، فطبيعي البنت لما تطلع تلاقي والدتها هي اللي كانت بتتعامل في البيت. خلاص هتبقى متعوده ان هي عايزه واحد كده، هي خلاص بتحب والدتها وعايزه قدوتها، فلازم هتبقى عايزه كده، تبقى عايزه تسيطر على الراجل. بس دكتور مهدي يمكن قال تعقيبا على الجزئيه دي الاسبوع اللي فات، قال ممكن البنت تطلع رافضه النموذج ده وحابه شخصيه الراجل القوي، عايزه راجل قوي. قد تكون دي قاعده، يعني في شواذ، ما كل قاعده شواذها، يعني قد تكون واحده فعلا نفسها تلاقي حد بقى يجي هو يظبط. وانما خلي بالك لو حبت النقطة اللي اتكلم عليها الدكتور محمد دي، انما هتيجي مع العيشة الطبع هيغلب التطبع. يعني هي عشان مش لاقية الحتة دي، انا عايزة ولد يجي يحكمني. هيجي اللي يحكمها مش هتستحمل. هتميل مرة تانية لشخصية. خلاص بقى ما هتحس بقى ان يعني واحدة متربت 20 سنة 25 سنة في بيت اهلها، شايفة الطبع ده وهي شربت من الطبع ده. طيب عشان برضو التفاصيل ما خدناش وندي فرصة للأستاذة شيماء، انه حضرتك بتركز على شخصية الأب، لازم تكون شخصية قيادية في البيت. مظبوط. ما لقيتوش كده تتراجع حتى لو البنت كانت اخلاقها كويسه ودينها كويس؟ لا ممكن بقى مع لو في فتره خطوبه او في فتره تعارف بتقدر انت برضو تقيم البنت. ماشي، ما انت تمام، البنت جيده واخلاقها كويسه ودينها كويس. طيب. لكن شخصيه الاب ضعيف شويه، والست اذا كانت تتراجع؟ لا مش هتراجع، هختبر الام. هختبر والدتها، قد تكون على حق. قد يكون، يعني ما هو مش شرط برضو تكون هي سيئه علشان بس مجرد ان كان زوجها او والد البنت يعني كان ضعيف الشخصيه، ما هي مش ذنبها. تمام. انما قد تكون الام الكويسه عقلانية. حكيمه عقلانيه. فما فيش مشكله طبعا. طيب يبقى ده رقم اثنين. رقم ثلاثه مساله الجمال والمال، ده بتحطهم في حساباتك؟ لا اذا جال المال خير وبركه. اذا جال المال محدش هيقول للرزق لا طبعا. طبعا. انما حته طبعا برضو الحاله، بس طبعا الراجل هنا ممكن اتقبلها ده يا استاذ احمد، يعني فكره انه المرأة تكون متفوقة عليه ماديا، أو مش هقول تصرف عليه، يعني تساعده ماديا بشكل لافت للنظر، ما دي برضو شوية بتقرب من رجولة الراجل. يعني إذا كان راجل، فكرة أنه تكون هي بتديله فلوس أو بتصرف عليه أو أما مظبوط. أنا مع حضرتك أنا اتكلمت برضو في النقطة دي قبل كده، حتة الزوجة العاملة تصرف في البيت ولا ما تصرفش. فكان أنا ليا رأي، أولا حتة أن هي تشتغل أو لأ دي بالاتفاق. يعني اذا انا رحت خدت واحده استاذه محاميه او زوجه يعني سيده عامله وخدتها على كده، ما ينفعش بعد الزواج اجبرها انها تقعد. جميل، خلاص احنا متفقين. بعد الزواج بقى افترضنا الحاله الاقتصاديه صعبه وهي معاها مؤهل يخليها تشتغل شغلانه كريمه غير مهينه، وانا رضيت بكده، فهي هتساعد، هي مش هتصرف عليا. ده ما بينتقصش من شخصيه الراجل في البيت اذا كان فكره انه ما انا بشتغل وبساعد زيك اهو. طب يبقى هنا وصلنا لان الست بتتصرف ده تصرف غير عقلاني. يعني لما تيجي النهارده واحده ست، غير اخلاقي ممكن؟ لا مش هنقول غير اخلاقي، انما هنقول انه ممكن يؤدي لمشاكل. يعني انا مش علشان سبتك تشتغلي وبتساعدي نفسك، اولا الست اللي بتشتغل ما بتحطش في البيت كتير، ده بتصرفه على لبسها وعلى مكياجها عشان تنزل تروح الشغل. وبتستقطع من البيت وقت. جميل، يعني انت مقصره عليا، فما عشان انا ما اديتكيش حريتك انك تشتغلي. تمام. تيجي بعد كده تقول انا بديك، ما انا ما باخدش منك حاجه. طب قناعتك الشخصيه يا استاذ احمد، انا هجي لك يا استاذ شماء وهديك الوقت كامل، يعني قناعتك الشخصيه انت امل ان مراتك تكون تشتغل ولا ما تشتغلش؟ مبدئيا كده لا. ما لا انت ولكن تفضل انها تتواجد في البيت او دورها يكون اكتر في البيت. مش علشان في البيت ده حفاظا عليها.
يعني المبدأ حفاظا عليها، مش علشان أفرض سيطرت عليك. لا، أنا عايزك زوجة قاعدة في بيتك معززة مكرمة، أنا أصرف عليك، أنا أتحمل مسؤوليتك. من باب الحفاظ عليها، من باب الحفاظ عليها، مش من باب السيطرة. طب المهنة بتكون عنصر محدد بالنسبة لك؟ أو يعني لو أنت يعني هيختارها بتشتغل، هل ممكن تكون مهن معينة جاذبة؟ لا، أو بمعنى مباشر ممكن تتجوز محامية؟ ممكن طبعا، بتفضل من ذات المهنه بتاعتك؟ ممكن طبعا، بس تفصل، تخش البيت تقلع الروب، انما هتخش لي بالروب. لا يعني انا مع كامل طبعا تقديرنا لمهنه المحاماه، انا قصدي هل الراجل الافضل ان هو يختار شريكه حياته في نفس طبيعه عمله؟ ده انا هقول لحضرتك على حاجه، هو يعني لو في نفس طبيعه عمله كمهنه مثلا حره زي المحاماه، اكيد هتساعده لو متفاهمه، لو عايزين يبنوا بيت كويس. مش هيولع يبقى محكمه يا ريس؟ ما هو كده كده محكمة. هو في بيت في مصر مش محكمة حتى لو أطرافه مش محامين. إنما المقصد إيه؟ إن هي لو محامية فعلا وأنا محامي، دي بل بالعكس ممكن تعاوني في شغلي، تساعدني. إنما دايما أنت داخل على طمع، لازم أنت عايزك كمان تعمل الشغل استغلال. وفي الآخر يقول لك محدش، مفيش ديك يدا غيري. ما أنا هجيب، ما أنا هتحمل إيه؟ الصبح الزوجة في محكمة، وبالليل الزوجة في المكتب. طب أنا فين؟ في البيت. ما هو برضه في ناس بترفض المحامية ليه؟ الصبح في المحكمة وبالليل في مكتبها، طب فين البيت؟ تمام. طيب انت كده يعني حطيت اولوياتك الدين والخلق، شخصيه الاب تكون حاضره بقوه، رقم ثلاثة اذا كان موجود المال لا مانع خلاص، ما واذا مش ولو مش موجود مش يبقى مش عقبه مؤثر بالنسبه لا لا لك. طبعا لا طبعا، لكن الجمال كده ترتيبه اتاخر بالنسبه لك. نمره 2، نمره 2، رقم 2 التدين، وبعد كده الجمال، وبعد كده ما هو التدين فيه فرعيات تحتيه بقى، الاخلاق والرضا والحب والتسامح. رقم 2 مباشره الجمال او حسن يعني يعني يبقى مقبول. رأيك انت بقى لو بتختاري هتختاري ازاي، او ايه الاسس اللي حضرتك ممكن تحطيها قدامك، او بشكل عام بتنصحي بنات حواء بايه لما تيجي ترتبط يعني تختار؟ هو التأني في الاختيار ده شيء مهم جدا. ليه بقى؟ لاني لما اكون عايزة شريك لحياتي انا عايزة راجل. عايزة راجل لما اكون قاعدة كده عارفة ان هو هنا في ظهري، هو سندني. عشان يكون راجل لازم يتمتع بصفتين مهمين جدا، الصدق والامان، الاقي عنده الامان. لما اكون قاعده ابقى عارفه ان هو مش بيخون، لما يجي يقول لي حاجه ابقى عارفه ان هو مش بيكذب. ده مش هيجي من يوم وليله، وخلينا نكون منطقيين، الجواز عامل زي البطيخه فعلا فعلا. يعني استاذ احمد بيقول لحضرتك الخطوبه وفتره الخطوبه والكلام ده كله، ما اعتقدش ان الكلام ده حقيقي. فتره الخطوبه كله بيبقى حاطط على نفسه غلاف مظبوط الجمال عشان يبين ان هو جميل. ما انا بحضرتك يبين ان هو حلو، مش هتبان اخلاقها ولا هتبان رجولتك، مش هيبان حتى البيت عندك وعندها، كل واحد هيبين اجمل ما فيه. دي حقيقه. طب على هنعمل ايه بقى اذا كانت حتى الخطوبه مش هتعرف تبين الطرف الثاني؟ طب نعمل ايه؟ في لا في اسس، في اسس الاخلاق قبل اي حاجه. ما هو التدين برضه اذا جاءكم من ترضون دينه تمام فزوجوه. يعني برضه الدين في الرجل وفي الست. بس ارجوك دي احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع اجتماعي تمام. فالشكل يبين لك ان ممكن دي متدينه مظبوط، وممكن واحده تانية الشكل يبين لك ان هي مش متدينه، او تكون فعلا ما بتصليش، بس ممكن تكون احسن من دي واخلاقها افضل من دي كتير. يعني ازاي ما بتصليش واخلاقها كويسه؟ لا 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 لا، دي نقطه تانية خالص، بعيد. ما افهم بس يعني افهم. ما هو الست اللي هتدي لنفسها فرصه ان هي ما تصليش، ما تقضيش فرض ربنا، ان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما انتهى. الاعمال بالنيات يعني مش النيه بس، لازم النيه تصحى لها عمل. الاعمال مش بالنيه، يبقى انا والله انا كويس في قلبي بس معاملاتي ايه زفت، يبقى ازاي؟ لا، انما الاعمال بالنيات يبقى لازم النيه تصحبها العمل. انا مش عايز ادخل بينكم، رد يعني حضرتك لا طبعا كوره وانا اتفضلي بس لو بدايه من مقاطعته وقولي اتفضلي براحه وخلص من مقاطعتك. دي وجهه نظره. فالاسس يعني ما بتكونش، هو اول حاجه الست بتكون عايزاها ان يكون راجل يحسسها بالامان، ما يكونش كذاب، يكون صادق، تكون رقم واحد في حياته. ودي المشكله الازليه ما بين الراجل والست، ان هو دايما بيكون رقم واحد في حياتها، هي ما بتكونش رقم واحد في حياته. لا، انا عايز احس ان انا رقم واحد في حياتك. دي هتشوفها ازاي وهتلاقيها ازاي؟ المواقف. عظيم. طب انا بس نلتقط الانفاس قليلا واشير لواحد من الاخبار المهمه ربما لازم نشرك حضراتكم في متابعتها، انه طبعا مصر بتحتفل في هذه الايام بالعيد 67 لاعياد الشرطه المصريه.
طبعا في احتفالات كثيره جدا مواكبه في هذه الفتره، والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع قام بزياره الى زياره سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، ومعه عدد كبير من كبار قاده القوات المسلحه للتهنئه باعياد الشرطه وهذه المناسبه المهمه. ان شاء الله بعد الفاصل هنتابع بعض تفاصيل اكثر حول هذا الخبر، لكن ارجع لك مره تانية واستكمل معك الكلام استاذه شيماء. حضرتك انت هنا بتعولي على ان الراجل يكون مظله حمايه قويه بالنسبه طبعاً للمراه طبعاً، ولازم شرطين يتوفروا فيه الصدق والامانه الى جانب امور اخرى. ما احنا قلنا برضو اتفضلي طبعا ما يكونش بخيل. البخل مش مادي فقط، خلي بالك انت كده رجعت للعنصر الماده. لا انا بقول لحضرتك ايه، مش مادي فقط، البخل فيه بخل مادي وفيه بخل عاطفي. وهو يقال انه الانسان البخيل بخيل في كل شيء، بخيل مشاعر واحاسيس. ايوه ما هو في فرق ما بين ان احنا نكون طبيعيين وانا مش معايا، وفي فرق ما بين اكون انا بخيل معايا ومش عايز مش عايز، ده فرق. ده دي يعني عايزه اقول لحضرتك دي كارثه ومشاكل كتيره جدا بتحصل بسببها، لانه فعلا ما بيكونش بخيل بالفلوس بس، بخيل بوقته، بخيل بمشاعره، بخيل بكل حاجه. ما انا شغال 24 ساعه عشان اجيب لك فلوس. طب استنى بس ما تقطعهاش، خليها كملي بس يا استاذ. اتفضلي. هي ما قطعتكش معلش. ماشي يا استاذ اتفضلي. فدي صفات مهمه جدا، يعني ان هو انا مش بقول يكون كريم بالشكل المبالغ فيه، نكون طبيعيين. نكون طب الطبيعي، مش انا يعني طبعا انا ضد الست اللي بتكون احتياجاتها وطلباتها كتيره جدا وفوق طاقه الراجل، ده مش منطقي. لكن نكون طبيعيين، يعني انا لو حسيت ان اللي قدامي ظروف ضيقه معاه والامور مش تمام، انا من نفسي هحاول اكون ظهره من غير ما اجرحه. لكن لما الاقيه هو معاه ومش عايز، دي حاجه تانية. طيب لكن انت حضرتك ما بينتيش على نفس نقطه الانطلاق بتاعت الاستاذ احمد، فكره التدين دي مش حاضره برضو في حساباتك؟ يعني ما تبصيش مثلا انا بحس ان الدين عنده زبيبه صلاه ماسك السبحه دايما في دي ايده. دي علاقه بينه وبين ربنا. دي علاقه بينه وبين ربنا. ربنا وحده اللي عالم بالنوايا بالقلوب. انا ما اعرفش، ممكن يبان ان هو بيصلي واشوفه بيصلي قدامي، لكن اخلاقه تبقى مختلفه تماما. كتير وده حصل وشفته وكتير. الدين علاقه خاصه ما بين الانسان وربه، محدش يعلم صدقها من كذبها غير رب العزه فقط. طب الى اي مدى العنصر ده مهم في اختيارات البنت؟ يعني البنت بتركز عليه او بيبان في الاخلاق. بيبان في الاخلاق. الرسول عليه الصلاه والسلام برضو قال لك ايه، الدين معامله. صحيح، بيبان في الاخلاق. لما تعاملني باخلاق راجل، تعاملني بالامان، تعاملني بالصدق، دي كلها اساس الدين. تمام، هي دي. طب البنت هتعرفها ازاي او تكتشفها ازاي؟ المواقف بقى. لازم بقى فتره خطوبه. طبعا وانا بقول فتره الخطوبه لازم تبقى كبيره، يعرفوا بعض كويس، ولازم يكون في مواقف. وعلى فكره ومن حقها تحطه تحت الاختبار. هنا اقتبس برضو كلمه مهمه للدكتور محمد المهدي، اكد عليها ربما في اكثر من مناسبه، انه الشخص او استاذ احمد صعب ان هو يرتدي قناع اكثر من 6 شهور. صح، وكأنه ضمنيا انه الفتره اللي انت ممكن يعني تكتشف فيها الشخص لازم تستمر 6 شهور سنة في معامله او تواصل معاه. بعد 6 شهور يصعب عليه تماما انه يرتدي قناع غير قناعه. انا اتوقع ان الفتره يعني المعقوله للخطوبه او للارتباط هي سنه. خطوبه لمده سنه؟ سنه. يعني مع احترامي طبعا للدكتور محمد، اكيد قامه كبيره، انما انا بقى من الواقع العملي انا شايف ان لا، ما ده في خطوبه بتبقى سنتين وثلاثه وبتفشل الحياه الزوجيه. لا دي قصه ثانيه. انا قصدي لا النهارده مجتمع ممكن يقدر تفشل، ممكن تفشل لحاجات ثانيه، لكن الشاهد هنا ان انت صعب ان انت تخدعني اكتر من 6 شهور. لا 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 وسنه ممكن. طبعا طبعا احنا يعني بنشوف من الواقع العملي. هم يعرفوا يعملوا كده، احنا لا. ما هو ده بقى اللي عايزين برضو لو في رساله نقدر نقولها للناس في ال3 ثواني، حاول ما تتجملش، خليك بطبيعتك وانت خليك بطبيعتك، علشان انت تتفادي بعد كده. يعني انت تفضلي معززه مكرمه في بيتك افضل من تتجوزي وتطلقي ويبقى معاكي ولد او اتنين وتدوري ورا بعد كده في محكمه الاسره على نفقه. يعني لا للتصنع، خليك بطبيعتك وخليك بطبيعتك، هتلاقي اللي توافقك اكيد، وهي برضه هتلاقي اللي يوافقها.
تمام. لكن حضراتكم ما جيتوش خالص ناحيه مساحه الحب. انا توقعت ان انتوا هتقولوا يعني دقات القلب يعني اعلى صوتا. الحب شيء نسبي، ربما كانت عقلانيه بنسبه كبيره، يعني اختياراتكم مبنيه على معايير عقلانيه في المقام الاول، لان احنا أنا شفنا في ربما شغلنا. توقعت من حضرتك ان انت تقولي انه ده لما يدق ده الفيصل. يعني ليه؟ لانه يعني ما هو دق وخد على دماغه بعد قبل كده حاجات كتيره. مظبوط. وكمان بطبيعه شغلنا يعني يمكن اكتر قضايا الاسره اللي بتقابلنا وفيها مشاكل الجواز عن حب، انه كانوا بداوا حياتهم عن حب كتير وفي ثواني كده كده. الحب شيء مهم وجميل، بس لما يكون في تفاهم. ما كانش ده حب برضو يعني. ما هي دي بقى ده موضوع كبير قوي يعني. ان انا قصدي ممكن يكون نيل غريزي لكن مش الحب الصادق او الحب الحقيقي يعني. صح صح. وصعب جدا في مجتمعنا بالوجوه اللي كلنا حاطينها ان انت تقدر تفرق ما بين الحب الروحاني الحقيقي اللي من القلب وبين الحب الطبيعي. انا عجبني شكله حلو طريقته حلوه قال لي كلمتين، خصوصا ان احنا كمان بنعيش ظروف اجتماعيه صعبه للبنت، صعبه بتبقى عايزه اي حد يقولها كلمه حلوه. طب السؤال الاصعب، ممكن تعرف الحب يا استاذه شيماء؟ اقتبس، ممكن اقتبس من حد. انا بحب اقرا لمحمد صادق جدا. اتفضل. قال جمله عظيمه جدا في هبته في تعريف الحب. قال لك الحب مش تعويض نقص، اكتمال روح. دي يعني اعظم جمله اتقالت في الحب. فعلا فعلا هو اكتمال روح، روحين تلاقوا مش تعويض نقص. في فرقة قوي ما تكون بتعوض نقص عندك جواك، حاجة انت عايزها ونقصاك وعايز الطرف التاني دايما يديها لك، انت دايما عايزه هو اللي يديك. لا على فكرة لا خالص، انا مش عايزاك انت تديني، بس انا عايز احس ان احنا الاتنين بنكمل بعض، احنا الاتنين في نفس الحتة. طب تلاقي الارواح ده بيتم قبل الزواج يعني في مرحلة التعارف، ولا ده اللي يأتي بعد التفاهم والمودة والرحمة؟ لا تلاقي الارواح ده بيجي من عند ربنا كده قبل الجواز. مفيش حد الحب اللي بعد الجواز ده حب عشرة، حب حياة، بيكونش حب حقيقي أبدا. حضرتك شايفة انه الانسان ما يرتبطش الا اذا حدث هذا التلاقي في الارواح؟ من وجهة نظري دي وجهة نظري الشخصية. بس كده هتقعد من غير جواز. ما عشان كده دي وجهة نظري الشخصية. ما هو فعلا بقى، ما هو عشان كده فعلا يبقى مش الاصدق الحب بعد الجواز، بعد ما تمر المواقف معينة بالحياة بالأسرة تصهر العلاقة. أنا تقبلتها وهي تقبلتها واستحملنا بعض وأنشأنا أسرة، هنا الحب الحقيقي بقى. لأن ما فيهوش أنانية، مش بحب زوجتي عشان شكلها حلو وجميلة وروحها حلوة وبتكملني، لا أنا بحبها هي لأنها بتكمل معانا الدايرة المغلقة اللي احنا قاعدين فيها الأسرة. طب ده السؤال الأصعب ده، تقدر تعرف الحب برضو في الختام؟ ما بتعرفش، ملوش تعريف. لا 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 لا، مش ممكن. انا ولا حتى مثلا تلاقي الارواح؟ لا مفيش تلاقي ارواح. فين ده؟ فيش كلام. مفيش تلاقي ارواح. هو الحب ممكن يبقى حب صديق وصديق، اثنين اصدقاء مع بعض. اذا كان ولدين او ولدين. مفيش حب اثنين عايزين يكملوا حياتهم مع بعض. المقصد ان الحب مش هنقتصره على حب زوج وزوجه. جميل؟ لا احنا بنتكلم في كزوج وزوجه هيجي بقى. انا رايي بعد الزواج ممكن قلبي يدق الاول عشان شكلي عجبها، شكلها عجبني، استايلها عجبني، جميل، وقربت منها لقيت زي ما قلت لحضرتك في الاول مفيش دين مفيش اخلاق. بس في نقطة مهمة، انا عايزه وعايزه وعايزه. طب الحب عمل بيه ايه؟ تمام. طب مسك الختام بقى في جمله، حاضر. بيقولوا لي هعقب عليها في ثواني بس. يعني استاذ احمد لما جه اتكلم هو عايز واحده متدينه وعندها اخلاق واهلها واهلها ناس كويسين، ويعني عايزها ست وجي حلوه جميله. لا لا يعني هو عايز واحده كامل الاوصاف ولقوا في نفس الوقت مثقفه وتستحمل ظروف شغله ومعاها فلوس ومعاها فلوس. يعني انت بقى عندك ايه عشان كل ده؟ طب ما هي دي الاساسيات. طب ما هو حضرتك مش حضرتك بتدور على الراجل؟ اوكي انت بقى عندك ايه عشان كل ده؟ ما هي دي الاساسيات. هو انا لما اقول زوجه من بيت صالح كامل كده من اسره في حد ليه قرار كويس في البيت، هل دي بقت صعبه للدرجه دي؟ ان انا النهارده يعني الطلبات الحاجات اللي قالتها الاستاذه شيماء النهارده دي للدرجه دي بقت صعبه؟ انا بقول لحضرتك عندنا وجهه نظر حضرتك ووجهه نظر حضرتك يا استاذه شيماء، وانا والله سعدت بوجودكم معانا. ربنا يخليك. ان شاء الله نلتقي مره ثانيه في حوارات اخرى. ان شاء الله. واشكركم شكرا جزيلا استاذ احمد زكي المحامي بالسناف العالي ومجلس الدوله. شكرا جزيلا لك. شكرا. خلاص شكرا لك يا استاذه شيماء شكري المحاميه المتخصصه في قضايا الاسره. شكرا جزيلا لك. شكرا استاذ. قبل ان نخرج الى فاصل اذكركم بالخبر الذي اشرنا اليه منذ قليل، هذه الزياره التي قام بها الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع لسيادة اللواء محمد توفيق وزير الداخلية ومعه بعض كبار قادة القوات المسلحة للتهنئة بأعياد الشرطة. أترككم مع متابعة هذا الخبر وبعده نخرج إلى فاصل.
استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. في بداية اللقاء أشار الفريق أول محمد زكي إلى أن بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدي قيم العزة والكرامة والفداء، وأن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبرهن أنه في تاريخ الأمم مراحل فارقة وفي حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطنا عزيزا، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى في رباط إلى يوم الدين، معربا عن تقديره ورجال القوات المسلحة للدور الوطني الذي تطلع به هيئة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية وبذل كل غال ونفيس في سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد. من جانبه أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بدور قواتنا المسلحة الباسلة التي كانت وما زالت عارينا للأبطال ومهدا للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم، وأشار إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناح الأمن في الأمة المصرية، وأن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها لم يكن ليأتي من فراغ، وإنما وراءه دوما إخلاص وتفاني في الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المفدى ومصبهما حيث رفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين. حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة. أهلا بكم من جديد إلى الجزء المهم في حلقة الثلاثاء من كل أسبوع، وهذا اللقاء الذي ننتظره مع الأستاذ الدكتور محمد المهدي واستكمال النقاش في هذه المسألة بعد أن استمعنا إلى نماذج من الشباب والفتيات أو رأيي الرجل والمرأة في طبيعة وفهم التعامل بين الطرفين وفن اختيار شريك الحياة. أرحب بالأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أهلا بك مجددا يا دكتور. دائما مرحب بك ونسعد بك في هذا اللقاء الأسبوعي. استغلالا لكل دقيقة، طبعا حضرتك استمعت وتابعت آراء ضيفينا الكريمين، وإن شاء الله برضو إذا كان لحضرتك تعقيب على بعض النقاط اللي جاءت في سياق الحديث طبعا مرحب بيه، لكن علشان تبقى الفكرة حية من الأسبوع الماضي أتمنى لحضرتك نذكر بما توقفنا عنده في حلقة الأسبوع الماضي، كنا نؤصل لأنواع الشخصيات بشكل أو بآخر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا بنتكلم في جزئية خلقه، في يعني احنا كنا ذكرنا الحديث إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. وقلنا أنه المتدين لا يعني بالضرورة ان هو يكون اخلاقه جيدة، المفترض ان هو يبقى كده، لو تدين جوهري وحقيقي واصيل بيؤثر في الخلق، لكن في بعض الحالات يبقى الشخص متدين علاقته بربنا كويسة، لكن مش بالضرورة علاقته بالناس تبقى برضو على نفس المستوى. وحضرتك مشكورا في حلقات سابقة فرقت بين انواع كثيرة جدا من التدين. نعم. كان في انواع كثيرة من التدين بالضبط، عشان كده بننبه الناس انه ما يخدعوش مظاهر التدين في بعض الاشخاص، انه شكله متدين، انه بيعمل كذا زي ما المتدين بيعملوا، لا يشوف بعمق اكتر شوي، لانه التدين كميا ونوعيا يختلف من شخص للتاني زي بصمة الاصبع. تمام. رغم انه كلهم بيتبعوا دين واحد او حتى طائفة واحدة، لكن بتختلف درجة ونوعية التدين. طيب فاحنا بنتكلم في حتة خلقه اللي هي عندنا في علم النفس تساوي أنماط الشخصيات وسمات الشخصية اللي ضروري يبقى عندنا خبرة بيها ومعرفة بيها. ليه؟ لأنها بتفيدنا في الجواز وبتفيدنا في غير الجواز، إنك عشان تتعامل مع الناس وتقدر تتوافق وياهم لازم تبقى متفهم لطبيعة الشخصيات. تفهمك لطبيعة الشخصية بيخليك تقدر تقول أقرب من الشخصية دي قد إيه، أبعد عنها قد إيه، أتعامل معاها ولا لأ،
ولو تعاملت معاها اخد بالي من ايه. وده علم ممكن الواحد يكتسبه يا دكتور ولا خبره حياتيه؟ يعني في ناس بيعرفوها بالخبره الحياتيه، يعني مثلا التجار من اكتر الناس معرفه بطبيعه الشخصيه، طبائع البشر. طبائع البشر ليه؟ لانه دي بتعني بالنسبه له فلوس. فلما يعرف دماغ الشخص اللي قدامه شكلها ايه، يعني انا كان تاجر قماش بيقول لي ايه، بيقول لي انا بقيس دماغ الزبون لما بيدخل لي. بقول له بتقيس دماغه ازاي؟ قال لي هو بيدخل كده يقول لي انا عايز حته قماش اعملها بدله. فيقوم جايب توب من على الرف كده، وبعدين يبدا بقى يفتح له انت عارف بقى فتحه بتوع القماش، يعني فتحها بطريقه كده معينه. فيبص كده يقول له لا مش قوي دي، فيقوم يجيب له ايه توب تاني مش قوي دي، توب تالت مش قوي دي. فيقول لي بقى اقول له بقى ايه، بص انا عرفت طلبك. عندي طلبك حاجه مميزه بقى لي. انا طلبك عندي. يقوم داخل جوه في المخزن ويقوم جايب توب، ويقوم بقى يفرده بقى بطريقه بقى مختلفه شويه، ويقول له شوف ده بقى وانت ايه قول لي رايك، انا الحاجه دي ما بطلعهاش لاي زبون. انا بطلعها لزبون خاص جدا. تمام. وحضرتك من دول. وهو فعلا خاص جدا، يعني هو قرا دماغه انه المستويات اللي عرضها عليه دي مش بالظبط، هو عايز يحس ان هو مختلف عن بقيه الناس. تمام. وانه يعامل بطريقه مختلفه عن بقيه الناس. لو تفتكر لما اتكلمنا المره اللي فاتت عن الشخصيه النرجسيه، الشخص النرجسي ده حاسس بالتفرد والتميز وال يعني كده ان هو يعني حاجه ما حصلتش. تمام. طيب يعني هي ممكن هي علم ممكن نتعلمه، وممكن خبره حياتيه مكتسبه. بقول لك بقيس دماغ الزبون. على ذكر ده دكتور، انا برضو كنت اعرف ناس او حد كان يكفي بس ان حضرتك تقعد معاه تتكلم معاه بس دقيقتين ثلاثه، بسم الله ما شاء الله ممكن يعمل له تحليل كامل. يقول لك ده ملامح شخصيته كذا وكذا، واناني، ومثلا لا ده ممكن يغدر، يكفيه بس خمس دقائق كلام او حوار معاه في بعض الامور. ويطلع فعلا تحليله صادق. ده صحيح. يعني ده صحيح. لكن اللي ما عندوش بقى هذه الفراسه، ساعات بتبقى في بعض الناس كفراسه، يعرف يفهم بيها الشخص كويس. اللي ما عندوش بنديله خيوط يبنى عليه من العلم. تمام. العلم حط قواعد للشخصيات لمعرفه الشخصيات وفهم الشخصيات. تمام. ف حطوا حاجه اسمها انماط الشخصيات، وكل نمط له عده سمات. عظيم. فاحنا قلنا انه المره اللي فاتت هختصرها بس علشان لما نكمل الناس يبقوا متابعين معانا. قلنا ان في عدد من الشخصيات بيصعب الحياه معاها، فبناخد بالنا منهم، لانه يعني مع اغلب الناس بتبقى الحياه معاهم صعبه. يعني قلنا اول شخصيه هو الشخص او الشخصيه البارانويا، سواء كان راجل او ست، بس هي في الرجاله اكتر. الشخص الشكاك المستبد المتعالي سيء الظن، اللي بيبص للناس من فوق، اللي شايف انه 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 الناس دول ادنى منه واقل منه، اللي بيميل للتحكم والسيطره، وان رايه هو اللي يمشي. ده البارانويا، مفيش حد له راي جنبه. دي شخصيه البارانويا. ده البارانويد بالظبط كده. ده مشكلته في الجواز انه شخص كثير الشك، لا يثق ابدا باحد. فدايما شكاك في زوجته، رحت فين وجيت منين وكلمت مين ومش عارف ايه، وكنا في الفرح امبارح وبصيتي ناحيه ابن خالتك، وابن خالتك كان ايه اللي بينك وبينه ومش عارف ايه. وكل ما تدافع عن نفسها كل ما يشك اكتر. فيعني بتبقى الحياه كلها يعني اتهام ودفاع، هو يتهم زوجته وهي تدافع عن نفسها. او ممكن تبقى ست شكاكه وغيوره جدا، تمسك الموبايل كل شويه تفر في الموبايل وتفر في صفحات الفيسبوك بتاعه، وتفتش في هدومه، تفتش في مكتبه، الحاجات دي كلها، ودايما متهمه انه بيخونها حتى لو ما بيخونش لحد ما يخونها فعلا. فده شخص البارانويد. هنا اقتبس بس جمله حضرتك قلتها في حلقه الاسبوع اللي فات، انه حتى الشخصيات اللي حضرتك بتنصح بالابتعاد عنها، مش معنى كده انها مش هتتجوز، هي ليها ده صحيح. ليها من يليق بيها برضه بالظبط كده. وهنا في نقطه اعجاز مهمه جدا في الحديث الشريف. في الحديث بيقول ايه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مش قال اذا جاءكم من لديه دين وخلق، او من عنده حسن دين وحسن خلق، لا. صحيح. من ترضون. الله. ترضون هنا دي فيها اعجاز عظيم جدا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ممكن حضرتك ترفضه وانا اقبله.
بالظبط كده بالظبط كده، لانه الـ الـ الناس خياراتها مختلفه ودي نعمه ربنا عاملها. احييك على هذه الالتفاته. يعني قرانا الحديث كثيرا لكن دي التفاته مهمه. بالظبط كده. المثل الشعبي بيجسدها، كل فوله ولها كيان. صحيح. يعني الشخص البارانويد ده، هل تتصور ان في واحده بتدور عليه ونفسها فيه وتعيش في كنفه، تبقى سعيده جدا، تستمتع بهذا هذه المطارده وهذه الاسئله المتلاحقه. النموذج العبقري اللي عمله نجيب محفوظ، سيد احمد عبد الجواد، سي السيد، كانت امينه تتوق الى سي السيد. لا يليق بها الا سي السيد، لا يليق بها ولا يملى عنيها ولا يرضيها الا سي السيد. هو عنده هذه الذات المتضخمه القويه المنتشده المتحكمه المسيطره، وهي الخاضعه المستسلمه اللي تشعر بالامان في ظل هذا الرجل القوي المسيطر المتحكم العنيف. فهنا بقى التوافقات ما بين الشخصيات. فده له ناسه. بس لو جيت لعموم الناس، لا، ما يستحملوهوش. تمام. طيب، عشان كده بنقول ربنا مش هيخلق ناس كده يترموا. صحيح. لا، حكمه ربنا صعب، بنقول لعموم الناس. تمام. يبقى الشخصيه البارانويا او الشخصيه ننصح بالابتعاد عنها. بالظبط. للناس الطبيعيين او العاديين. العاديين، لان ما فيش واحده تستحمل جوزها قاعد يشك فيها بالليل وبالنهار ومتحكم ولغي ارادتها ولغي شخصيتها ومش عارف. لكن واحده مثلا بتحب تلغي شخصيتها. واحده مستسلمه وضعيفه مش عارف ايه وعايزه راجل قوي. صحيح. تتضلل فيه، هتقول لها لا؟ وده من اعجاز رب العزه برضو في خلق النفس البشريه وذات البشريه، ان ده يحتاج ده ودي تحتاج دي. وربنا سبحانه وتعالى خلق في كل واحده حاجه حد راجل يحتاجها، وخلق في كل راجل حاجه واحده ست تحتاجها. صحيح. عشان يحصل هذا التوافق. تمام. الشخصيه الثانيه، الشخصيه النرجسيه او الشخص النرجسي، دي برضو اكتر في الرجاله. الشخص اللي حاسس ان هو محور الكون ومركز الكون، وان هو اهم واحد في الدنيا، وان هو اكثر الرجال وسامه وشياكه وقوه وعقل وذكاء ومش عارف ايه، وعايز يتعامل معامله خاصه، طاووس كده معجباني، متفرد، فرحان بذاته، فرحان بنفسه، مش شايف حد حواليه، منشغل جدا بحبه لنفسه. وهي دي اتخذت من الاسطوره اليونانيه نارسيسس، اللي كان قاعد قدام البركه فبص كده فعجبته صورته، فقعد يبص لصورته في صفحه الميه لحد ما وقع وانكفى على وشه ومات. فيعني ظل يعشق ذاته ويحب نفسه الى لحظه الموت. فشخص ده عشان منشغل جدا بحب ذاته ما عندوش مساحه للحب لاي حد. طب سؤال على الهامش، وان كنا محتاجين ان شاء الله نفرد مساحه في حلقات قادمه للتامل في الشخصيه الانسانيه او انواع البشر. من وحي هذه الاسطوره، هل الشخصيه النرجسيه مصيرها الى الهلاك؟ أو يعني مآلها إلى تدمير ذاتها في لحظة أو أخرى؟ في أغلب الأحيان. وبقول في أغلب ليه؟ لأنه في شخصيات نرجسية ناجحة جدا. والشخص النرجسي عشان اعتزازه بذاته وإحساسه العالي بذاته، أوقات كتير يبذل مجهود كبير علشان يعني يضع نفسه في مرتبة عالية. فبيتسابق وينافس علشان يبقى حاجة عظيمة. وكتير من الناس اللي ليهم يعني مكانه في المجتمع او المبدعين والعباقره والحاجات دي كانت فيهم سمات نرجسيه. يهتموا جدا بذاتهم، يهتموا بشغلهم، يهتم بمظهره، بشياكته، بطريقته، بكل الحاجات دي كلها، لانه حاطط نفسه في مرتبه عاليه. شايف نفسه ايقونه. بالظبط. وحتى عشان كده حطوا تقسيمه كده في الشخصيه النرجسيه، قالوا البرودكتيف نارسيسست أو النرجسي المنتج. دي ممكن يكون يعني ده نمط تحت النرجسية، تحت النرجسية يكون إيجابي كده. يعني ممكن يكون إيجابي. يعني فهو بيبقى فعلا عنده حاجة تستاهل يعطيها للحياة وللناس. إنما في نرجسي تاني ما عندوش أي حاجة خالص وشايف نفسه إن هو أحسن واحد في الدنيا. فمشكلة النرجسي سواء كان ناجح أو غير ناجح، إنه منشغل بذاته أكتر من انشغاله بغيره. ففي العلاقة الزواجية محتاجينه يحب زوجته ويحب ولاده، ويحب احفاده، يحب العيله والاسره، يحب. وده غير وارد. ده بيبقى غير وارد عنده. ليه؟ لان هو انشغاله بحب ذاته اكبر من اي انشغال اخر. وده بتبقى ازمه النرجسي. الا اذا هم غزوا عنده الشعور ده يا دكتور، يبدا يحبهم. يعني هو بيحبهم. إلا اذا ولاده او احفاده او زوجته غزت عنده الشعور ده فيبدا يحبهم. ده هم مهما عملوا برضه هو ما بيحبهم. بيحبهم احيانا لانهم امتداد ليه.
برضه من ذات دول بتوعه. من ذات النقطه اللي هي الانا بالظبط، يرجع للأنا. لذاته تاني للانا، ان دول بتوعي او ان دول يعني حاجه تعبر عني. انت مش عارف انت حفيد مين ده بالظبط انت كده. يعني وبالذات بقى ان هو عايز يفخر بيهم. ابنه بقى مثلا بقى حاجه كبيره، ده ابني ده متهيألي مش هيفخر بيهم، هيقول سمعت. للولد هيقول للولد لك ان تفخر ان انا جدك. بالظبط كده، يقول لزوجته لك ان تفخر ان انا جوزك. ده صحيح. ففي الاخر تلف تلف وترجع عنده، تلف تلف وترجع عنده. طيب ده النرجسي. الشخصيه الهستيريه دي اكتر بقى في الستات، فنتكلم عنها بالصيغه المؤنثه شويه. تمام. دي الـ 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 البنت او الست اللي بتبقى هي بتبقى في الاغلب جميله، بتبقى جذابه وبتبقى مهتمه بنفسها جدا. يعني تلاقيها كده ايه لبسها في مأفور بقى شويه، يعني الوان فاقعه ومش عارف ايه وحاجات هنا وحاجات اكسسوارات والشنطه فيها شغل والشوز بتاعها فيه شغل. لازم تلفت النظر، لازم تلفت النظر، تبقى داخله كده ايه كل الانظار تتجه اليه، هي بتسعى لكده. هي ما بتشتركش كده مع الشخصيه النرجسيه؟ يعني لا، هنا هي في تشابه شويه، بس هنا الحاجه المهمه عندها الاهتمام بذاتها. ده بالعكس هي عندها حاجه عكس النرجسي. النرجسي حاسس ان هو حاجه عظيمه، هي على الرغم من جمالها وجاذبيتها وشياكتها وبهرجتها والحاجات دي، الا انها في اعماقها هشه جدا وضعيفه جدا ومحتاجه الاهتمام، عشان كده بتسعى الى الاهتمام وبتبقى في سلوكها بتبقى مغويه ومغريه وتسعى الى انها تظهر كل مظاهر انوثتها علشان انها تجذب قلوب واعين الرجال. الشخصيه الهستيريه ده دكتور وحضرتك مغمض كده، لازم تكون جميله؟ يعني لازم تكون على قدر عالي من الجمال في الاغلب، بس حتى لو مش جميله تبقى جذابه وتبقى مهتمه جدا بمظهرها، وتزيد بقى من 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 من, من جمالها بالحاجات الخارجيه والزواج. يعني تبقى عامله لينسز، حاطه رموش، مش عارف ايه، عامله وصله شعر، حاطه ضوافر، عامله الوان، كل ما الوان مش عارف ايه، الحاجات اللي هي ايه بتبقى مبهرجه قوي دي، كل ما يجذب الاخر تجاه الانثى ومبالغه في ده. اصل انا برضه مش عايز اقول كده، لان الستات كتير بيعملوا ده. بس هنا بقى النرجسيه او الهستيريه قصدي بتبقى تبالغ جدا في هذه المظاهر وتبقى حاجه مهمه في حياتها. وبعدين لما تروح بقى في اي فرح او في اي مناسبه تقعد تلبس 3-4 ساعات، تقلع فستان وتلبس فستان وتقف قدام المرايه بوشها وبظهرها وبجنبها وتوري بقى الناس اللي حواليها ده اللي ينفع ولا ده ولا ده ولا ده، لانها مشغوله جدا بالشكل. وعشان هي مشغوله بالشكل تبقى سطحيه جدا. وعلى الرغم من اغوائها واغرائها للجنس الاخر، الا انها بتبقى بارده عاطفيا وبارده حتى جنسيا. وعشان كده الشخصيه النرجسيه دي لما حد بيتجوزها بياخد مقلب كبير جدا. هي بتبقى واحده جميله جدا، بتبقى دي مثلا حسناء القريه او حسناء الحي او الشارع، والناس كلها بتجري وراها، فيظفر بيها بقى احد الايه الفرسان. فلما يتجوزها يحس انه خد اكبر مقلب في حياته. لا في حراره عاطفيه رغم ما تبديه من حراره ظاهريه كده ومشاعر وحاجات بالشكل ده، مفيش، ولا في حتى اي مشاعر جنسيه او اي احاسيس جنسيه، فيحس ان هو اتجوز حاجه كده تفاحه بلاستيك في الاخر، لا طعم ولا ريحه، لا طعم ولا رائحه ولا مذاق. ودي شخصيه بقى عشان مهتمه بنفسها قوي ما بتبقاش قادره تهتم باحتياجات زوج ولا باحتياجات طب دي على ذكر حضرتك بتقول انها محتاجه انه حد يعني يحتويها، هل ممكن تكون محتاجه شخصيه سي السيد اللي احنا اتكلمنا عليها؟ ممكن تكون لا دي ما بينفعش سي السيد، ده بينفعها الشخص النرجسي. طب التوافقات دي ممكن نتكلم عليها لاحقا، لكن على ذكر سي السيد انا هدي حضرتك فرصه بس لتقطع انفاسك قليلا واذكر الناس بنموذج سي السيد وامينه، لانه حضرتك ركزت عليه سريعا وهرجع لحضرتك حالا. ابداعات السينما المصريه واقطاع، انا بشكر المخرج المدني ان هو جاب اللقطه عشان تبان فعلا قدام الناس تفاصيلها. بس لاي مدى اللي شفناه ده فعلا بيقترب من الواقع والحقيقه؟ في هل ممكن يبقى شخصيه سي السيد بالشكل ده او الشخصيه النرجسيه دي البارانويا ولا البارانويا بهذا الشكل لدرجه انه نفوذه او طغيانه يمتد لاولاده؟ يعني ممكن الست زي ما شفناها ذليله او خاضعه، وزي ما حضرتك اشرت ممكن تكون مستمتعه بالحياه دي، لكن لعل حضرتك لاحظت انه حتى الاولاد في حاله رعب او خوف حتى منه، وبرضه ماشيين وراه بشكل ما فيهوش فكره حنان ابوي بيشملهم خضوع واستسلام وذل. ده يمتد للاولاد برضه؟ الاولاد ولاي حد بيتعامل معاه، يعني وحتى ده مثلا لو في شغله
تلاقيه في شغله برضه عايز كده، كل الناس اللي بيشتغلوا معاه وراء ومحدش ينطق، يعني يسمع ويطيع وفقط. ولو في بقى اي حد منهم عايز يتكلم وياه او يناقشه او حاجه بيمشيه من الشغل، ولو كان مثلا مدير في مدرسه او في مستشفى لا يسمح ابدا لاي حد انه يختلف معاه. يعني السمع والطاعه بس، لان هو بيشعر انه الناس اقل منه مرتبه. طيب وان هو اعلى منهم في كل حاجه. انا بجد الطلب ان احنا محتاجين نغوص في النفس البشريه كثيرا بعد كده، يعني عشان بس ما نضيعش وقت فكره ان احنا نلفت نظر الناس لانماط بعض البشر عند الارتباط لازم الالتفات اليها. فاحنا بننبه الناس ليه؟ لانه ده هيبقى في الحياه، يعني شوف اي واحده عاديه هتقدر تتحمل هذه الشخصيه؟ لا طبعا مش ممكن. لكن واحده زي امينه مستمتعه وهتشوف بتتذلل له ازاي لما بيقول لها تروح عند امك تطلب منه سماح والغفران برضو وهتبوس ايده ومش عارف ايه. يعني ده يحتاج النمط ده. النرجسي بينفع للهستيريه، الهستيريه بتاعت مظاهر، فالنرجسي بيبقى عنده بيعطي هذه المظاهر. والنرجسي عايز واحده حلوه وجذابه عشان يدخل بها المجتمعات بقى، لان هو في الاصل هو معجباني اساسا، معجباني. يعني فدي بقى ايه زي كده، ايه زي بروش كده في الجاكيته يعني. فيتباهى بيها وبجمالها وياخدها كده مثلا يدخل بيها الحفلات ومش عارف ايه حاجات من دي، وهو بقى ما يهموش بقى، وهي عايزه المظاهر بتاعت النرجسي. فالاثنين يتوافقوا. لكن البارانويا لا يليق معاه غير الشخصيه الذليله او الضعيفه، لكن ما تمشيش مع النرجسي انه بنفس النسق. لا يعني لو راجل بارانويا وسيده نرجسيه لا مش هينفعوا، مع ان هما الاثنين ربما بيقتربوا من بعض فكره ان هو محور الكون والانا. ما هما الاثنين هيخبطوا في بعض، انا وانا، فمش هتنفع. تمام. نيجي بقى للنمط الثالث، الشخص السيكوباتي الرابع. او الرابع، الشخصيه السيكوباتيه. هي اكثر في المراه ولا السيدات؟ في الرجاله اكثر برضو. لكن برضو في الستات موجودين. الشخص السيكوباتي او الشخصيه السيكوباتيه ده الشخص اللي هو ايه، لا يرتبط باعراف ولا بقوانين ولا يلتزم ب اي قواعد في التعامل. هو كل ما يبحث عنه لذته ومصلحته واستمتاعاته. هو بيبقى كذاب، مخادع، ملتوي، نصاب، كل الصفات السيئه دي موجوده فيه. لكن طب هتقول طب وده هيجوزوه ليه؟ انه في لقطات صغيره بيبقى ساحر. يعني ممكن واحده تشوفه كده في موقف كان في منتهى الشهامه والجدعانه، كانت في هي مثلا في زنقه ولا حاجه، في حرامي هجم عليها، فهو ده قفز على الحرامي وجاب منه الشنطه واداها لها، وبعدين خدها او وصلها لحد البيت بعربيته، او عمل اي حاجه فيها شهامه او جدعانه. والشهامه دي برضه هو قصدها، انها برضه لهدف ما، لكن يوقع بيها الفريسه. تمام. وده بينصب حتى على اكثر الناس ذكاء وحنكه. يعني ده السيكوباتي اللي مثلا يجمع من الناس 500 مليون جنيه ويقول لهم ده انا هعمل مشروع. الناس اللي وقعهم دول تلاقي بقى اطباء ومهندسين ومستشارين وما اعرفش ايه، يعني ناس كلهم مفروض ان هم ناس يعني على درجه عاليه جدا من الذكاء، وتجار كبار ورجال اعمال، لكنه عنده القدره على الخداع وعلى ايهام الضحيه. طب فيما يتعلق بعلاقته مع المراه، هل لازم يكون ليه صفات جسديه معينه؟ يعني وسيم، ليه حضور مثلا او ما شابه، بحيث ان الادوات دي بتساعده على ايقاع الضحيه؟ ما هو في حاجه اسمها السيكوباتي المهذب، في السيكوباتي المجرم اللي هو الحرامي البلطجي، ده سيكوباتي برضه. بس ده سيكوباتي غلبان، يعني باين واضح قدام الناس. وده مش عايز فن عشان حد يعرفه. اللي بيخدع اكتر السيكوباتي المهذب، السيكوباتي الشيك. ده تلاقيه راكب عربيه 4x4 او عربيه مش عارف ايه، مرسيدس، مش عارف، وبيتعمد ان هو يعمل ده، يبقى في قلقه، يعمل ايمج عاليه كده لنفسه، صوره براقه جدا لنفسه عشان يخدع بيها الضحايا. فتشوفه بقى شيك، لابس كويس وبيكلم كويس ومهندم ومش عارف ايه وكلام من ده، ويبدا يدي وعود ويدي حاجات، وبعدين بينشن ده بقى على ايه، بنت ما يكونش في حد بيهتم بيها، او ست او ست عندها فلوس بس محتاجه للحب او محتاجه للحنان، يدي بقى شويه حب على شويه حنان على شويه كذا، وكلام جميل لكن جدا. لكنه ليس بحب وليس بحنان. ليس بحب وليس بحنان. هو بس ده الطعم اللي بيصطاد بيه الفريسه لحد ما يمتص دمها، او ياخد اللي هو عايزه منها، او يبتزها، او وهكذا. هل ممكن يكون من ضحاياه من يستمتع بالدور ده زي شخصيه امينه؟ يعني
البنت تكتشف خداعه ويعيد خداعها مرة تانية وتالتة ورابعة بأساليب وطرق مختلفة، وتبقى هي برضو في شباكه وبين حبائله، ما يعني ما تقدرش تهرب منه. هو السيكوباتي بيشتغل على الاحتياج عند البشر. فلو واحدة محتاجة اهتمام بيديها اهتمام. لو حد طماع ومحتاج او بيسعى ان هو مثلا ياخد فلوس، ياخد مركز، ياخد مكانه، يقوم ملوح له بالفلوس بالمركز بالمكانه. هو دارس كويس قوي وفاهم بالفطره كده نقاط ضعف البشر، وهو يعمل على نقاط ضعف البشر. تمام. فبيستغل النقاط الضعف دي. لكن بالنسبه للمراه دكتور، لو اكتشفت زيف او حقيقته، هل من السهل انها تلفظه، ولا في نوعيه من الشخصيات بالنسبه للمراه ممكن تستمتع بتاديه الدور ده، ان تبقى عارفاه ان هو مخادع وغشاش ونصاب، لكن ربما المظاهر او الجو اللي هو محيط بيه نفسه ده عاجبها، حته القلقه، انه بالزبط. لسانه حلو، بالزبط. بيعرف يتكلم كويس، بالزبط. جدا بيسحرها بكلامه الى اخر الكلام ده كله يعني. بالظبط. السايكوباتي بالمناسبه بيتكشف بسرعه، لانه ما بيقدرش يطول كتير على الصوره الحلوه دي. بس زي ما انت بتقول كده، انه اوقات كتير قوي تبقى اتشدت ليه وتعلقت بيه، لدرجه انه حتى بعد ما تكتشف عيوبه ومشاكله بتبقى برضه متعلقه بيه. وده مثلا نموذج. انا بقول لحضرتك ده، انا اسف ان انا بقطعك، لانه برضه من وحي، برضه تجربه انسانيه ربما شفتها وعرفتها، انه ممكن يكون النوعيه دي او النموذج ده خطب بنت وتكشفت حقيقته فانفصلوا، ويرجع تاني خطبها برضه وانفصلوا، وتيجي تتكلم مع البنت تقول لك برضه مش عارفه، يعني مشدوده، مش قادره استغنى عنه. يعني ده ساعات بقى ايه، اهلها يعرفوا عنه كل حاجه، يقول لها يا بنتي اللي انت اخترتيه ده ابوه تاجر مخدرات واخد 25 سنه سجن في تجاره مخدرات. طب وهو ماله مال ابوه، ولا تزر وازره وزر اخرى، كل نفس بما كسبت رهينه، دافع عنه. خد السجن بتاعه. طب يا بنتي ده امه ممسوكه في قضيه اداب. ايوه، ما هو مش راضي عن سلوك امه، وكان معاديها. لا اكتر من كده، ممكن تقول لها ده غشاش ومخادع، قال لك انه هيجيب شقه وما جابش شقه، قال لك ان هو بيشتغل كذا ما بيشتغلش كذا، لكن بس ده هو بيشرب بانجو. ايوه، ما انا عارفه ان هو بيشرب بانجو، ده هو انا اللي عجبني فيه انه صريح وما خباش عليا حاجه، قال لي انه بيشرب بانجو، بس هو قال لي انه هيبطل. طب وانا متاكد انه هيبطل. شخصيه البنت هنا ايه؟ بتكون ايه؟ شخصيه بنت، انه بنت بتبقى ما فيش حد اهتم بيها، محتاجه للحب وللحنان. هو لوح ليها بالحب والحنان، فمقابل الحب والحنان حتى الزائف هي راضيه، ومتمسكه بيه جدا، لانه ما لقتش حد تاني من الناس الاسوياء يعطيها ده. طب هنا تصنيف شخصيتها بيكون يا دكتور؟ تصنيف شخصيتها مش بالضروره انها تكون فيها اي مشكله في شخصيتها، لكن هي لديها جوع عاطفي للعاطفه. بالظبط كده، جوع. طبعا. اهتمام. طيب، اتحرمت من اب، اتحرمت من اخ، اتحرمت من اي حد يحن عليه. طيب، هو اهم حاجه في شخصيه السايكوباتي، عشان بس احنا بندي مفاتيح للناس يعرفوا الشخصيه ايه، الكذب اهم حاجه، انه كذاب، انه كذاب، ان هو هيقول حاجات وبعدين يدوروا ما يلاقوهاش، ودي هيتكرر كتير. فعشان كده بنقول للناس ايه، بس بيجد مخرج، بيجد بيجد مخرج دون الاصطدام بيه، ان هو ما يطلعش كذاب. كل مره هيجيب مبررات، كل مره هيجيب مبررات، ودي علاماته. وبعلق بس على حاجه قالها الاستاذ احمد، بيقول ايه، بيقول ان ما بتقول للست شهور عشان الاشخاص ما بيقدروش يلبسوا ماسكات مده طويله، وده صحيح. بيقول لك لا، ده ممكن في ناس قعدوا مخطوبين سنه وسنتين وما بيكتشفوهمش. لا، هم الحقيقه بيكتشفوا، بس ايه، الناس بتغمض عينيها، يعني هم لقوه، اكتشفت ان هو بيكذب، كذب عليها في حاجه. فعمتها ولا خالتها تقول لها يا بنتي ايه المشكله، ما الناس كلها بتكذب. هو يعني هو بس اللي بيكذب؟ هو بس يمكن بس عشان ما كانش عايزك تزعلي من الحاجه ديت، فقال لك عشان بس يرضيك. اكتشفوا مثلا ان هو بتاع ستات وبتاع بنات. البنت تقول لامها وابوها ده بتاع ستات وبتاع بنات، والفيسبوك بتاعه كله مش عارف ايه، وله علاقات ملهاش عدد. خالتها تقول لها يا بنتي ما والله جوز خالتك كان كده برضه في شباب، وكل الشباب بيعملوا كده، بس اول ما هيتجوز مش هيفكر في حد غيرك. تمام. فالناس بيكونوا شافوا العيوب، مش ما شافوهاش، بس بيغمضوا عينيهم عنها علشان الجوازه تكمل لاي سبب من الاسباب. طمعانين فيه في حاجه، هو فيه مزايا مثلا شدتهم. فالسايكوباتي من التبريرات والاغراءات والاغواءات وتلبيته لاحتياجات الضحيه. تمام. الناس بتشوف كل عيوبه لكن بيكملوا.
طب في بقى الشخصيه الادمانيه. طب الشخصية قبل ما نوصل للشخصيه دي مين المناسب للشخصيه السايكوباتيه الرجل؟ ولا حد لا حد الا سايكوباتي زيه. سايكوباتي زيه بالظبط. يبقوا هما الاثنين متوافقين مع بعض بس طبعا مش هيبقوا متوافقين برضو يعني. بس ايه يعني اهو زيتنا في دقيقنا يعني. بس زي ما الجمله المشهوره ربما من بعض اعمال الدراما بيقول لك مبروم ما يرولش. طب كده هيمشوا مع بعض خلاص يعني. ثم هما الاثنين خسرانين فمش مشكله يعني. لكن اي حد سوي ما بيتحملش ده. طيب انا استاذن حضرتك نخرج لفاصل قصير، مساله اجرائيه تنظيميه نعم. ونعود ونستكمل بقية هذه الشخصيات ونبني برضو بعض نصايح في مسألة اختيار شريك الحياة. فاصل ونعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم مجددا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة، والحديث يعني مع حضرتك يلتهم الوقت بشكل غير طبيعي يا دكتور. الوقت يمضي سريعا معك، فمباشرة إلى تكملة أنواع الشخصيات التي يجب الحذر منها انطلاقا من إحنا شخصية عادية تحذر هذه الشخصيات أو هذه النوعيات عند الارتباط، لكن مرة تانية وثالثة ورابعة ممكن هذه النوعيات ليها ما يليق بيها بس برضو بتكون استثناء مش شخصية طبيعية ومش شخصية عادية، ولعل ده برضو من حكمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه للنفس البشرية. حضرتك أشرت إن عندنا شخصية البارانويا ودي أكثر في الرجالة، الشخصية النرجسية وبرضو ممكن تكون أكثر في الرجالة، الشخصية الهستيرية ممكن تكون أكثر في الستات، وشخصية سيكوباتية ممكن تكون متوازنة ما بين الرجال والسيدات. الشخصية الخامسة هتكون الشخصية الإدمانية. الإدمانية ده الشخص بقى اللي إيه الباحث عن اللذة دائما. ده شخص ايه زواقه كده يعني. ده تلاقيه ماسك السيجاره في بقه وماسك فنجان القهوه في بقه، وتلاقيه كده بيشد السيجاره باستمتاع شديد وفي الفنجان القهوه باستمتاع شديد. مش بس السيجاره والفنجان القهوه، لا ده تلاقيه بقى بيجرب كل الانواع المخدرات. كل اهتمامه بالملذات الحسيه. بالظبط. تلاقيه يجرب الحشيش، يجرب البانجو، يجرب الترامادول، يجرب البودره، يجرب الحقن، يجرب وينقل من حاجه لحاجه لحاجه. علاقاته كلها قايمه على الاستمتاع الحسي. وبالتالي بيبقى الجواز بالنسبه له نوع من الاستمتاع الحسي. يتجوز واحده يستمتع بيها شويه ويرميها، او هي تتجوز واحد وبعد شويه خلاص استنفذ. دي موجوده برضو في السيدات. بالظبط كده. فبالنسبه لهم الطرف الاخر هو نوع من الاستمتاع الحسي المؤقت، والى ان يظهر استمتاع حسي اعلى يبقى القديم يترمي. طب اكتشافه ازاي ده؟ تلاقيه كده ايه كل اهتماماته بالحاجات الايه اللي تتاكل واللي تتشرب واللي تتشم واللي تتحقن طول الوقت بقى كده. طيب عايز ادخل بقى في المجموعه الثانيه واقولها بسرعه علشان نلحق ناخد حاجات برضو وعناصر مهمه قبل ما الوقت يخلص. في بقى مجموعه شخصيات يمكن الحياه معاها، يعني ما يترفضش علشان ده، بس نبقى عندنا استعداد ان احنا نبقى متقبلين العيب اللي فيه ده. الشخصيه الاكتئابيه، شخص حزين يائس مهموم، شايف دايما الحاجات السلبيه في الحياه، لما يقعد معاك كده يتكلم دايما في المشاكل وفي المتاعب وفي الهموم والاحزان. فطبعا ايه ده بيبقى كئيب شويه او نكدي، او هي كئيبه ونكديه. فاذا يعني الشخص الثاني بقى يقدر يستحمل الصفه دي ويبقى فيه صفات كويسه او فيها صفات كويسه تانية توازن، ما يجراش حاجه، مش هيوقع الدنيا يعني. تمام. الشخصيه اللي بعد كده الشخصيه الوسواسيه، شخص وسواسي. شخص وسواسي ده يدقق بقى في التفاصيل وبعدين ايه يعني دايما يبص في العيوب، اي حاجه بيشوفها يبقى ناقد جدا وباصص على العيوب، عينيه بتلتقط العيوب والنواقص. لكنه مش كثير الشك زي البارانويا؟ لا 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 لا, لا. مش لا. شكاك يعني؟ لا لا لا. حريص جدا في الفلوس. واحيانا يبقى بخيل. وبرضو المشاعر عنده بتبقى بخيله، جافه وقليله شويه. يهتم بالحاجات العقلانيه والمنطقيه اكتر من اهتمامه بالرومانسيات والاحاسيس والحاجات دي كلها. لكن بيبقى شخص محترم ناجح في شغله نتيجه انه بيدقق في الحاجه وحريص وبقى ضميره حي. ففيه مزايا اخرى ما بيبقاش بتاع ستات، هو بيبقى من بيته لشغله ومن شغله لبيته، ما ملوش في اللف والدوران والحاجات دي كلها. الشخصيه اللي بعد كده اسمها الشخصيه الحديه، ده شخص متقلب في مشاعره وفي علاقاته
وفي إنجازاته وفي عمله وفي دراسته، عنده تقلبات كتير وعنده مشاكل شوية في العلاقات بالناس، والآن دايما على العلاقة، وعنده أحيانا سلوكيات مندفعة وأحيانا سلوكيات تهدم ذاته أو تهدم شغله أو تهدم حياته، يعني في تقلبات كتير. بس أحيانا يبقى فيه بعض المزايا زي مثلا موهبة معينة أو قدرة معينة أو حاجة معينة، فممكن يعني الدنيا تمشي مع بعض المتاعب. في شخص سلبي الاعتمادي، ابن أمه أو بنت أمها، ده شخص دايما بيعتمد على حد أكبر منه، يعتمد على أمه، يعتمد على أبوه، يعتمد على أخوه الكبير، ولما يتجوز يبقى معتمد على مراته، ملوش رأي قوي ولا له كلمة قوي ولا له يعني مبادرة ولا له حاجة. ده النموذج المقابل لأمينة؟ يعني تلاقيه خاضع كده ومستسلم لأي حد يمشيه ويوديه يمين ولا يوديه شمال. ده بيتوافق لما يتجوز واحدة شخصيتها قوية ومسترجلة زي سي السيد. بس بتبقى ست مع تبديل الأدوار يعني. مع تبديل يعني الأدوار، يعني الراجل بيلعب هنا دور أمينة. يمكن احنا قلناه في الراجل لأنه معيب في الراجل أكتر من المرأة. يعني لو في امرأة عندها الحكاية ديت ما بتبانش العيوب دي قوي، لانه خلاص يعني بطبيعتها انها مستكينه، زوجها يقود السفينه وهيمشي الحال وخلاص. لكن في الراجل بيبقى مشكله، بتبقى مشكله باينه قوي، لانه الصفه دي ربما تتناقض او تتنافى شويه مع الرجوله والقوامه والقياده والمسؤوليه والحاجات دي كلها. تمام. يعني هو حتى بالنسبه لمراته كانه عيل من عيالها، وتشخط فيه وتزعق له، لما يغلط تضربه زي ما بتربي العيال بتربيه. وبرضه هو يستمتع كأمين. هو مسلم نفسه وعايز حد يحتمي بيه، حد قوي يحتمي. وده في الاغلب بينتقي شخصيه قويه الشكيمه كده. ست مسترجله خشنه تمشي البيت، وهي الكلمه كلمتها والشوره شورتها والراي رايها. تمام. وهو عندوش مشكله، واذا كان يشكو من ده لكن هو مستمتع بده. ده بالنسبه للشخصيات. لا كفايه كده في الشخصيات اللي ممكن تعيش معاها. طب سؤال على الهامش دكتور، مثل هذه الانماط تنتج اطفال مشوهين برضه نفسيا؟ هنا في مشكله. هذه البيوت تنتج اطفال غير اصحاء نفسيا؟ يعني بيبقى في مشاكل بقى في الجيل الثاني، انه مثلا الشخص السلبي الاعتمادي ده قدام الولاد والبنات بيدي نموذج مقلوب، لانه بيشوف الام هي المسيطره، هي المتحكمه، وهي المسترجله، والاب ضعيف الشخصيه، باهت الوجود، ملوش تاثير في البيت خالص، ولا له راي ولا كلمه ولا اختيار ولا اي حاجه خالص. فتطلع البنت عايزه راجل زي ابوها، او عندها النموذج ده حتى لو مش عايزه، عندها النموذج ده، لما تتجوز حد عايزاه يخضع لها، وامها عايزه جوز بنتها يخضع لها زي ما جوزها خضع لها. فبتعمل مشكله كبيره. الابن برضو يطلع متعود على انه المراه هي التي تقود. فيطلع فيه اشكاليات. بس اتذكر ان حضرتك قلت ربما في الحلقه السابقه واللي قبلها، قلت انه النموذج ده ممكن احيانا البنت يعوز العكس، تحتاج عكس. ده يعني في السلوك الانساني. قبل ما حضرتك تشرفنا قال هي لو احتاجته لفتره لكن هيغلب عليها بعد فترة نموذج أمها. ده بالظبط. يعني نموذج أمها هيناديها بقوة تاني. بالظبط، ده صحيح. موافقه تماما على ده. والسلوك الإنساني على فكرة ما فيهوش يعني قواعد 100% تبقى ثابتة، يعني ساعات يحصل حاجة. بس حتى العكس لما بيحصل بيبقى رابط جواه أو جواها النموذج اللي هي عاشت فيه. عظيم. طب بقية النماذج، يعني أنا مسألت حضرتك السؤال بشكل عام، هل الشخصية الاكتئابية والوسواسية والحدية حضرتك قلت ممكن نتعايش معها رغم بعض العيوب اللي فيها؟ ده صحيح. كل هذه النماذج برضو ينطبق عليها نفس التوصيف فيما يتعلق بالشخصية السلبية، أنها لا تنتج أطفال أصحاء؟ بيبقى فيه بقى مش مشكلة شوية، يعني الزوج الحزين اليائس المهموم ده، طلعوا الولاد كده وحاسين ان الدنيا ضلمه، حاسين الدنيا كئيبه كده، او الست الكئيبه الحزينه دي بتبس حزن وتبس ياس. في انماط البشر فعلا كده، حضرتك تقعد معاهم فجاه يقول لك كده يسودها تماما. تحس كده انك اتخنقت، تحس ان الدنيا اتقفلت والدنيا ضلمت. وانه مفيش مخرج ابدا. ننتظر قيام الساعه خلاص. بالظبط كده. ففي كل نمط من الانماط دي ممكن يبقى فيه له تاثير شويه على بس لو الام بتعوض ده، يعني في واحد مثلا يبقى منسحب وضعيف ومهموم مش عارف ايه، بس تلاقي الام عندها طاقه ونشاط. طيب. وحيويه، فتقوم تدي تعويض. طيب سريعا بعض النقاط كده سريعا مع حضرتك عشان نحاول ننجزها في الحلقه قبل الوقت يخلص. مساله فرق السن يا دكتور، فرق السن ما بين الراجل والست، او الست والراجل. بالظبط. يعني هم في دراسات كتير لقت انه المفروض ان الراجل يبقى اكبر من الست في السن. ليه؟ لانه البنت بتنضج اسرع من الولد.
ده في بداية الحياة، وبعدين الصلاحية البيولوجية للمرأة يعني أقصر شوية من الصلاحية البيولوجية للرجل، أنه التغيرات بتاعة السن في بعد انقطاع الدورة والحاجات دي بتبان على الست أكتر ما يبان على الرجل. يعني شفت مثلا الست عندها 50 سنة وبدأت الدورة تنقطع، تلاقي في تغيرات جسدية أكثر مما تجد هذه التغيرات في رجل عنده 50 سنة وهكذا يعني. فبيبقى من المصلحة سن أكبر من سنها يعني. يبقى في من المصلحة إنه يبقى في هذا الفارق عشان يجبر النضج المبكر ويجبر الصلاحية البيولوجية. متحدد يا دكتور بعدد سنين؟ لا، كانوا الأول يقولوا إنه يبقى أكبر منها ب3 لـ5 سنين. مع تغير أنماط الحياة، البنات دلوقتي والستات بقوا أكثر نضجا وأسرع نضجا وأشطر، بيحضروا دورات وبيتعلموا وبيقروا مش عارف إيه وكلام من ده، وسابقين في حاجات كتير. فقالوا لا، مع التغيرات دي والصعود النسائي المضطرد ده، لا عايزين السن يكبر شوية. 10 سنين مثلا؟ لا، خلوه من 5 لـ7 سنين. بس قالوا ان افضل ما يبقاش الفرق اكتر من 10 سنين. خد بالك بقى، دي القاعدة العامة لعموم الناس. لكن في الجواز في استثناءات، واستثناءات تنجح، والاستثناءات دي حصلت حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في قالوا بقى انه في 3 أنماط من الزيجات، في الزوجة الام والزوجة الابنة والزوجة الصديقة. الزوجة الأم تكون هي قريبة منه في السن، في سنه أو أكبر منه، واخدة دور الأم ليه، بتشوفه أكل ولا ما أكلش، تدفي نفسك بالليل وانت بتعرف إيه، تطبطب عليه لما يجي ينام، واخدة دور الأم خالص. فدي ممكن تبقى أكبر منه فتاخد دور الأم. لو هو بقى كان أصغر إخواته ومحتاج دايما حد، او كانت امه مدلعاه قوي مهتم بيه، فعايز امتداد لدور الام. اخواته البنات كان هو الولد الوحيد الدبدوب بتاعهم، وكانوا كلهم بيدلعوا فيه. تمام. فعايز امتداد لهذا الدور، فيلاقي يحتاج قوي الزوجه الام. وغالبا يتجوز حتى واحده اكبر منه في السن، ويقول لك ما اقدرش اتجوز واحده في سني. طيب الزوجه الابنه، انه واحد كبير اتجوز واحده صغيره، وساعات هي تبقى مختاره ده، تقول لك انا عايز راجل كبير، انا الشباب اللي في سني دول عيال، ما اقدرش استحمل عيل يعني. هنا بتتكلم على فرق سني يتخطى ال 10 سنين. يتخطى ال 10 سنين. ممكن يبقى 15 20 سنه مثلا، وساعات 30 وساعات 40. هي صغيره اتحرمت من حنان الاب، ما كانش الاب له وجود قوي في حياتها، مسافر، مات، اي حاجه، او علاقتها بيه مضطربه، فعايزه الزوج في صوره اب، فعايزه زوج اب، وهو عايز الزوجه في صورة ابنة، بنوتة حلوة كده صغيرة تتنطط حواليه وتتشقى عليه ويصرف عليها ويدلعها ويفسحها ومش عارف ايه، وهي مبسوطة وسعيدة جدا بالحكاية دي. في الزوجة الصديقة قريبين مع بعض في السن، هو وهي قريبين في السن، يمشوا مع بعض ويتفسحوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، يعني كده ايه، قريبين ويتناقشوا مع بعض في قضايا. ده بالنسبة. لكن احيانا طموح الراجل بيطمح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حياته هذه الأنماط الثلاثة، يعني السيدة خديجة كانت الزوجة الأم لأنه كان محتاجها وكان يتيم، الأم اتحرم منها في سن صغير ورعته وأوته فعلا. بعض زوجاته كانوا قريبين منه في السن، يمكن السيدة صفية، يمكن السيدة زينب رضي الله عنهن. وبعد كده الزوجة الابنة في صورة السيدة عائشة في يعني في نهاية الحياة. هل ممكن الرجل يطمح أنه يجد الثلاث أصناف دول في امرأة واحدة؟ ساعات الزوجة الذكية تعطيه هذه الأنماط الثلاثة، يعني وقت ما يكون محتاج حد يحن عليه وطبطب عليه ويرعاه تبقى هي زوجة الأم. محتاج بقى واحدة يعني دماغها معاه كده زي صاحبته، فتبقى الزوجة الصديقة، تتناقش معاه وتتكلم معاه في مشاكله وفي حياته، تتناقشوا في قضية دينية، في قضية سياسية، في قضية فنية، في قضية ثقافية، أي حاجة، يسافروا مع بعض، يتفسحوا مع بعض كأصدقاء. ولما تكون شايفاه عايز بقى إيه، بنت دلوعة كده صغيرة بتتدلع عليه وتتشقى حواليه ومش عارف ايه كلام من ده، وتديله احساس الابوة، تديله هذا الاحساس. فعشان كده بتبقى دي المرأة الكاملة اللي تعطي كل هذه الخيارات للزوج، فما بصش لغيرها ابدا. لكن لو اختزلت او ثبتت على دور واحد، في احيان كتير يحتاج يدور على الدور المفقود في شخصية تانية. بالظبط. والامر معكوس برضو وسريعا، لانه والامر معكوس نفس الحكاية للمرأة، تحتاج الرجل الاب والاخ والصديق. بالظبط كده. عشان كده بس الرجالة اكتر اللي بيتمردوا على ده، يعني لو هي زوجة واخدة دور الام، كل اهتمامها باكله
وشربه وهدومه مش عارف ايه وكلام ده. تقول لك انا كنت بعمل له كل حاجه. اه يا اه يا مدام كنت بتعملي بس كنت ام. هو ما لعبتش دور البنت الجميله الدلوعه بقى الجميله اللي بتدلع عليه وبتتشقى حواليه مش عارف ايه. لان انت حضرتك اثنيت ثناء حسن على الاستاذ محمد مدني برضو بيسال حضرتك النوعيه دي موجوده؟ شخصيه البنت اللي حضرتك بتقول انها تلعب تجيد لعب ثلاث ادوار الام والصديقه قليل قليل. ودي اللي عملوها في شهر زاد وشهريار. يعني شهريار كان كل ليله يتعرف على امراه وياخذ منها ما يريد ويقتلها. فلما جت شهرزاد كان ذكائها انها تفضل مشوقاه كل ليله تحكي له جزء من القصه وتقول له طب احنا لسه هنكمل الليله اللي بعدها. ذكاء المراه يجعلها تعيش في حياه الرجل الى الابد. تمام. فالنموذج شهرزاد بيقول للمراه كده انك محتاجه دايما تخليه متشوق ليكي في حاجه، منتظر منك حاجه ما شافهاش. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. وتبقى برضو بعض الافكار مؤجله لحلقه الاسبوع القادم. المساله اللي هي مرتبطه باصحاب التجارب الى اي مدى برضو قضيتهم المنشأ جيده والاسره والمنشأ الاب والام، ونكون احنا طوفنا حول بعض النماذج فيها يعني. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر الشريف. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكر موصول لحضراتكم. غدا باذن الله حلقه جديده معكم مع الناس. الى اللقاء.